السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله بإذن الله تكونوا بخير. النهاردة يا أولاد هناخد الليفر والبيلياري سيستم وهناخد الإمبريولوجي بتاعهم. طيب، أول حاجة يا دكاترة لو جينا نتكلم على الليفر، المفروض أقول الليفر ده مكانه فين؟ زي ما احنا شايفين كده يا اولاد، احنا قسمنا قبل كده الابدومينال او الابدومينال كافيتي لريجنز باي تو لاينز، حاجه اسمها ميد كلافيكولار لاين، وحاجه اسمها في البلين ده كده حاجه اسمها سب كوستال، وحاجه اسمها انتر تيوبيركولار. قسمناها لايه؟ ل9 ريجنز. طيب الليفر مكانه فين يا دكتور؟ بيقول لي مكانه موجود في الرايت هايبوكوندريوم والابيجاستريوم وجزء بسيط في الليفت هايبوكوندريوم، زي ما احنا شايفين كده اولاد. يبقى رايت هايبوكوندريوم والابيجاستريوم والليفت هايبوكوندريوم. طيب جميل، بيقول لي it is the largest gland in the body، يبقى ده اكبر جلاند موجوده في الجسم. تمام، الويت بتاع الليفر بيبقى about 1.5 كيلو جرام، 1.5 كيلو جرام. طيب الشيب بتاع الليفر يا دكتور بيقول لي زي ما انا شايفه كده شكله ايه؟ بيبقى بيقول لي ايه؟ لو ويدج شيب. ويدج شيب، الويدج شيب ده لو بيز اهي دايركت توردز ذا رايت، تمام يا اولاد، ولو ايبكس دايركت توردز ذا ليفت. يبقى دي الايبكس بتاعته وده البيز بتاع الليفر. تمام، طيب وهنيجي يقول لي يا اولاد ان الليفر، عشان هنقسمه بعد شويه تقسيمه ثانيه، هنقسم الليفر اناتوميكالي. يقول لي ان الليفر متقسم انتو تو لوبس، تمام كده، يبقى متقسم لفصين، يقول لي رايت لارج لوب وسمول ليفت لوب، زي ما احنا شايفين كده. يبقى الليفر متقسم اناتوميكالي انتو تو لوبس، رايت لارج لوب وسمول ليفت لوب، زي ما احنا شايفين. متقسم بايه يا دكتور؟ قال لي 3 ليجامنتس. قال واحد هنا موجود على السوبيريور والانتيريور سيرفيس بتاع الليفر، هسميه فالس فورم ليجامنت، تمام، وعلى البوستيرور سيرفيس في حاجه اسمها فيشر فور ليجامنتم فينوزم، وهنا فيشر فور ليجامنتم تيريس على الانفيرور سيرفيس اوف ذا ليفر. تمام، يبقى لما اقول لك ايه الاستراكشر اللي بيتقسم الليفر لتو لوبس اناتوميكالي، تبقى عارف ان في 3 ليجامنتس، حاجه اسمها فالس فورم ليجامنت موجود على الانتيرور والسوبيرور سيرفيس اوف ذا ليفر، وحاجه اسمها فيشر فور ليجامنتم فينوزا موجود على البوستيريور سيرفيس، وحاجه اسمها فيشر فور ليجامنتم تيريس وده موجود على الانفيرور سيرفيس اوف ذا ليفر. يبقى احنا عندنا ثلاثه ليجامنتس بيقسموا الليفر لتو لوبس، رايت لارج لوب وسمول ليفت لوب. طيب نيجي النقطة مهمه يا اولاد، حاجه اسمها سيرفيس اناتومي اوف ذا ليفر. سيرفيس اناتومي اوف ذا ليفر، السيرفيس اناتومي اوف ذا ليفر يا دكتور لما نيجي نتكلم عليه هنشوف كالتالي. بيقول لي يا اولاد زي ما احنا شايفين كده، حطينا البوينتس اللي موجوده دي وهنوصلها ببعض. طيب البوينتس دي موجوده فين؟ قال لي هحط هنا الفيرست بوينت، هرسم الابر بوردر بتاعي زي ما انا شايفه كده، ده اسمه ابر بوردر اوف ذا ليفر. الابر بوردر اوف ذا ليفر كونكيف وكونفكس، حته فيه كونكيف شويه وحته فيه كونفكس دي، تمام كده. فهرسمه بالثري بوينتس دول. اول نقطه هتبقى موجوده في الليفت ميد كلافيكولار لاين، ده اسمه ليفت ميد كلافيكولار لاين، تمام، موجوده فين؟ في الفيفث سبيس. يبقى ليفت فيفث سبيس ان ميد كلافيكولار لاين، يبقى النقطه دي موجوده في الفيفث فيفث سبيس، تمام كده، ان ليفت ميد كلافيكولار لاين، يبقى دي اول نقطه. طيب النقطة الثانية موجودة في الفيبس ريب، رايت فيبس ريب برضو في الميد كلافيكولار لاين، يبقى رايت فيبس ريب في الرايت ميد كلافيكولار لاين. والنقطة الثالثة هنا يا ولاد بيقول لي موجودة في الميد اكزيلاري لاين، عند هنا كده يا دكتور في الميد اكزيلاري لاين، تمام، عند السيفنث ريب في الميد اكزيلاري لاين. طيب كويس قوي، زي ما احنا شايفين هنا بيقول لي يا دكتور الابر بوردر هيعدي في الزيف استرنال جانكشن، يبقى وهو بيعدي كده ما بين الليفت والرايت هيعدي في الزيف استرنال جانكشن. طيب طب الرايت بوردر يا دكتور يقول لي من البوينت دي السابقه دي، البوينت دي اللي هي ايه يا اولاد؟ اللي هي السيفنث ريب في الميد اكزيلاري لاين، يقول لي لحد، يقول لي 1 سنتيمتر بيلو ذا كوستال مارجن، 1 سنتيمتر بيلو ذا كوستال مارجن ان ميد اكزيلاري لاين. يبقى ده بالنسبه للرايت
بوردر. طيب الانفيرير بوردر هاخد يقول لي يبدا من ال 1 سنتيمتر بلو البوينت اللي هي قلنا عليها 1 سنتيمتر بلو ذا رايت بلو ذا كوستال مارجن هنا كده تمام، ويقول لي هاسند ابورد كده توردز ذا ليفت عشان التقي بالنقطه اللي انا بدات بيها. طيب الانفيرير بوردر ده هيقطع ايه؟ يقول لي هيقطع الناينث كوستال كارتليج تمام، يبقى اللاين ده هيقطع الناينث كوستال كارتليج في الميد كلافيكولار لاين، يعني اللاين ده وهو ماشي يقطع الناينث كوستال كارتلج في الميد كلافيكولار لاين كويس تمام، وهيقطع الايتس كوستال كارتلج هنا على الليفت سايد، يبقى دي ده اسمه سيرفيس اناتومي يا ولاد. يبقى سهل خالص، بقول ان الابر بوردر بتاعي بسرعه تاني عباره عن ايه؟ عباره عن 3 بوينتس اللي احنا قلناهم اللي على الليفت، يبقى في الفيفث سبيس ميد كلافيكولار، على الرايت فيفث ريب رايت ميد كلافيكولار، وبعد كده سيفنس ريب في الميد اكزيلري. وهنا من النقطه دي يا دكتور بالنسبه للرايت بوردر لحد 1 سنتيمتر بلو ذا كوستال مارجن هنا كده تمام كده، واوصل النقطه دي بالنقطه دي يا اولاد، يبقى عمل لي الانفيرور بوردر، وعرفنا الانفيرور بوردر بيقطع النقط اللي احنا قلناها دي. طيب اللي يقول لي يا دكتور هنا الانفيرور بوردر بيبقى وهو قاطع هنا كده في الميدل لاين، بيبقى يا دوبك ميد واي بتوين الزيف استرنال والامبليكس، بتوين زيف استرنال والامبليكس. ده كده يا اولاد السيرفيس اناتومي بتاعي. في نقطه طبعا مهمه جدا عند الناينث كوستال كارتليج، الرايت ناينث كوستال كارتليج هيبقى موجود هنا حاجه بعد كده هنسمعها، حاجه اسمها الفاندس اوف جول بلادر، الجزء بتاع المراره اللي بارز منها تحت السيرفيس بتاع الانفير بوردر بتاع الليفر دي هتبقى موجوده هنا كده، وده هيبقى السيرفيس اناتومي بتاعها تمام. طيب ده كده الكلام اللي مكتوب عن السيرفيس اناتومي، هو موجود ممكن تبقى تقراه ما فيش فيه مشكله، احنا قلناه تقريبا بالتفصيل تمام. نقطة يا أولاد مهمة، نورمالي إن الليفر نوت فيلت بلو ذا كوستال مارجن تمام كده، إن الليفر أصلا سوفت تمام. طيب لو الليفر بدأت تحسه تحت الكوستال رايت كوستال مارجن يا دكتور، معنى ذلك الليفر ده إيه حصل فيه اللارجمنت، يبقى إيه هيباتوميجال، نسميها هيباتوميجال. طبعا في أمراض كتير بتعمل إيه هيباتوميجال. طيب السيرفيسز بتاع الليفر يا أولاد لو جينا نبص يقول لي إيه، الليفر هاز ذا فولوينج سيرفيسز، هنا عندي حاجه اسمها سوبيريور سيرفيس، وعندي ده اسمه انتيريور سيرفيس، وهنا كده ده اسمه رايت سيرفيس. طيب لو قلبنا الليفر هلاقي عندي فيه هنا كده ده اسمه ها بوستيريور سيرفيس الجزء ده كده، وده اسمه يا اولاد تحت هنا ده اسمه ايه انفيريور سيرفيس. طيب زي ما احنا ملاحظين شويه كده الى حد ما ان السيرفيس اوف ذا ليفر ار يعني ايه نوت سيباريتد فروم اتش اذر اور يعني نوت ويل ديتكتد فروم اتش اذر، ما اقدرش افصلها قوي من بعض اكسبت فور ذا انفيريور بوردر. هنا شايفين ده الانفيريور بوردر ده يا اولاد بيفصل الانتيريور سيرفيس من الانفيريور سيرفيس، ده يمكن الوحيد اللي فيه حاجه شارب ما بين تو سيرفيسز، لكن الباقيين تحس ان السيرفيس كونتينوس وذ اتش اذر، يعني الاسطح دي اكنها مكمله مع بعضها، يعني السوبيرو سيرفيس هنا مع الانتيريور سيرفيس تلاقيه مكمل مع بعض، طب السوبيرو هنا سيرفيس والانتيريور سيرفيس والرايت سيرفيس تحس ان هم مكملين مع بعض تمام يا دكاتره. طيب هنا طبعا بيوري لي ده البوستيرو سيرفيس وده الانفيرو سيرفيس بتاع الليفر، فهنا بيقول لي ايه يعني ايه هما نوت او ذير از نو لاند مارك ماشي بشكل كبير بتوين البوستيريور والانفيريور سيرفيس، وهنا طبعا فوق كده يا اولاد ده السوبيريور سيرفيس وده الانتيريور سيرفيس بتاعي ماشي يا دكاتره. تعالوا نكمل الريليشن بتاع السيرفيسز يا اولاد، لو جينا بصينا كده سيمبل احنا مش عايزين نحفظ كتير، يقول لي ده السوبيريور سيرفيس يا دكتور، الليفر موجود تحت الدايفرام، ده الدايفرام يا اولاد اهون اللي هو دوم شيب تمام، موجود الليفر تحتي كويس قوي. طيب يبقى الليفر السوبيريور سيرفيس بتاعي يبقى ريليتد تو وات، يقول لي هيبقى ريليتد للدايفرام وريليتد للبريكارديوم والهارت تمام في السنترال بارت، والتو لانجز والبلورا بتاعتهم، هذا اللانج اهي متاخد فيها السكشن والبلورا اللي هي اراوند ات تمام. هنا طب والرايت بتاعي برضو ريليتد لللانج والرايت بلورا، وهنا حاجه اسمها كوستو دايفراجماتيك ريسس، كوستو دايفراجماتيك ريسس الامتداد بتاع البلورا هنا بنسميه كوستو دايفراجماتيك ريسس على البوث سايدز تمام هنا كده، يبقى ده اسمه كوستو دايفراجماتيك ريسس. طبعا ده بيبقى موجود عشان في اثناء اللانج اكسبانشن اللي هو الانهاليشن اللانج بتزيد فبتبدا تنزل في الجزء ده، طبعا الجزء ده بيبقى مور ديبندنت لو حصل مشكله في اللانج او
بيبدا يحصل ايه، لو في انفلاميشن مثلا او انفكشن بيبدا يحصل افيوجن، فبالتالي الفلويد اللي هيتجمع يبدا في الكوستو دايفراجماتيك ريسس بالشكل ده. ماشي يا اولاد نكمل. طيب نروح للريليشن بالنسبه للبوستيرو سيرفيس يا اولاد. اول حاجه هنا ده كده احنا بنبص على الليفر من ورا، فبيقول لي هنا اول حاجه جاي هنا كده الاسافجس، يبقى اول حاجه كده الاسافجس. تمام، بعد هنا كده يا اولاد ده الامبريشن فور ذا اسافجس او اسوفيجيال جروف ده فور ذا اسافجس. تمام، وبعد كده بلاقي هنا في ده اسمه فيشر فور ليجامنتم فينوزم، فيشر فور ليجامنتم يعني هنا في شق وفي رباط ماسك في المنطقه دي اسمه ليجامنتم فينوزم، هنعرف بعد شويه هو بتاع ايه. وبعد كده ده اسمه كوديت لوب، كوديت لوب اوف ذا ليفر، كوديت لوب اوف ذا ليفر بيبقى ريليتد للابر بارت اوف حاجه اسمها ليسر ساك اللي سمعناها قبل كده في الابدومينال كافيتي. بعد كده في جروف فور انفيرور فينا كيفا، هو ده الانفيرور فينا كيفا. هو احيانا الانفيرور فينا كيفا يا اولاد بيبقى كفرد بهيباتيك تيشو زي ما احنا شايفين، يبقى في بريدج من الهيباتيك تيشو يعدي فوق الانفيرور فينا كيفا، دي بنسميها ايه بونز هيباتس. وبعد كده اكمل هنا يا دكتور حاجه اسمها بير اريا بروبر اوف ذا ليفر، يبقى الاريا ده هي اللي انا بشاور عليها، دي اريا نوت كفرد باي بروتينيا فبسميها بير اريا بروبر، البير اريا بروبر اوف ذا ليفر. ده كده ايه البوستيرور سيرفيس. طيب لو جينا نشوف يا اولاد الانفيرور سيرفيس بتاع الليفر اللي هو الجزء الثاني ده كله، الانفيرور سيرفيس هخليه لك اكنه كده كونتينيوس سيركل مع بعضها ماشيه مع بعضها. انا بدات هنا يا دكتور بايه؟ بالاسوفجس. تمام، الاسوفجس بعديه هنا يبقى ايه؟ يجي الاستومك، مش الاسوفجس بعديه الاستومك على طول. الاستومك يا اولاد تيجي تكمل هنا بايه؟ تكمل هنا بالفيرست بارت اوف ذا ديودينم، يمشي كده ترانزفيرس ويجي هنا على الرايت سايد بتاع الجول بلادر، يكمل هنا حاجه اسمها ايه؟ السكند بارت اوف ذا ديودينم، يبقى نازل هنا كده مور اور ليس فيرتيكال على الرايت سايد بتاع الجول بلادر. تمام، يبقى اجين تاني بدات بالاسوفيجس اكمل استومك امشي هنا فيرست بارت اوف ذا ديودنم بالعرض واكمل يا اولاد ايه اكمل لتحت سكند بارت اوف ذا ديودنم. مين كمان اللي معدي بالعرض هنا يا دكتور؟ معدي بالعرض الترانزفيرس كولون، ترانزفيرس كولون. تمام كده، مين كمان اللي ماشي معاهم هنا ريليتد في الجزئيه دي؟ اللي هو الليسر اومنتم، يبقى الليسر اومنتم جاي يمسك في البورتا هيباتس فمعدي هنا. طيب امال ايه يا دكتور الاريا دي اللي هي كوليك امبريشن تمام كده او هيباتيك فليكشر، الثانيه ما بين الاسندنج كولون والترانزفيرس كولون بتعمل لي هنا امبريشن على الليفر في الاريا دي فبسميها ايه؟ رايت كوليك فليكشر او هيباتيك فليكشر، رايت كوليك فليكشر او هيباتيك فليكشر. طيب امال الاريا دي يا دكتور اللي هنا دي دور في الرايت كيدني وسوبرا رينال، رايت كيدني اند سوبرا رينال. يبقى دي كده يا اولاد دي الريليشن بتاع البوستيرور سيرفيس وقبلها الريليشن بتاع الانفيرور سيرفيس وقبلها قلنا الريليشن بتاع البوستيرور سيرفيس. بيقول لي الليمف فيسلز من البير اريا بتاسند ثرو الفينا كيفال اوبننج اوف ذا دايفرام عشان تنتهي في الثوراسيك داكت. طيب طبيعي احنا شايفين دي كده اسمها البير اريا هي اللي انا بشاور عليها دي، الليمفاتكس منها بتيجي تمشي مع الاوبننج اللي موجوده في الدافرام اللي بيعدي فيها الانفيرور فينا كيفال اللي بنسميها فينا كيفال اوبننج. تمام يا دكتور، وعشان تعدي تروح تصب فين؟ في حاجه اسمها الثوراسيك داكت اللي هي اللارجست ليمفاتيك فيسل، اللارجست ليمفاتيك فيسل. طيب سؤال هنا يا دكتور بيقول لي ايه هي الليجامنتس اللي بتريبريزنت ذا اوبليتريتد فايبروزد امبريولوجيكال فاسكولار تشانلز؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا كان عندي في الامبريو في الجنين بتاعي في الفيتس كان عندي في فاسكولار تشانلز موجوده وبعد كده كانت مهمه للسيركيليشن بتاع الفيتس. تمام، طيب بعد كده انا هيبقى عندي سيركيليشن ثانيه اللي هي هتبقى موجوده في الشخص الادلت، فالحاجات دي هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها ترانسفورميشن او هتتحول لحاجات تانية، هتبقى فايبروزد وتدي ليجامنتس. ماشي يا دكاتره، فبيقول لي هنا يا اولاد ايه هم اللي هم كانوا بيمثلوا حاجات في السيركيليشن بتاع الفيتس وحصل فيهم تشينجز. هنا بيقول لي ده فيشر فور ليجامنتم فينوزم اهو، يبقى ده الليجامنتم فينوزم اللي داخل هنا ده ما بين الليفت لوب والرايت لوب او ما بين هنا الكوديت لوب بالاخص والليفت لوب، ده اسمه ليجامنتم فينوزم. الليجامنتم فينوزم ده بيمثل ايه يا دكتور؟ كان عندي فيه حاجه يا اولاد في الفيتال سيركيليشن حاجه اسمها داكتس فينوزس، داكتس فينوز. الداكتس فينوزس دي كانت بتكونكت الليفت بورتال برانش، ده اسمه بورتال ارتري يا دكاتره. تمام كده البورتال فين اسف، وده الليفت بورتال برانش بتاعه. الليفت بورتال برانش ده يا اولاد كان هنا من المكان ده كان كونكتد بالانفيرور فينا كيفا،
يبقى الداكتس فينوزس دي كانت بتكونكت الليفت بورتال تمام كده برانش بالانفيرور فينا كيف. طيب يا دكتور ليه الهدف ان هي كانت بتكونكت ده؟ انا في اثناء الفيتس يا اولاد او في اثناء الفيتال سيركيليشن انا مش محتاج للليفر بشكل كبير، يا دوبك المفروض ان البلاد اللي هيجي في البورتال فين يخش الليفر، الليفر لسه نوت ويل ديفلوبد فمش محتاج البلاد ده كله، فبالتالي انا محتاج اسرع السيركيليشن واخلي معظم البلاد اللي رايح للليفر يعدي من خلال داكت للانفيرور فينا كيف عشان يوصل للهارت، بدل ما يقعد يستقر في الليفر، انا مش محتاجه هنا في الليفر، الليفر لسه بينمو ولسه ما بيأديش الفانكشن بتاعته، تمام؟ يبقى هنا دي كان اسمها داكتس فينوزس، كانت بتكونكت الليفت برانش اوف بورتال فين وذ انفيريور فينا كيف. دي ايه؟ جزء من الفيتر سيركيليشن، تمام كده؟ زي اللي هي داكتس ارتريوزس اللي هي كانت بتكونكت برضو البالمونري ارتري بالاورتا يا اولاد، نفس الطريقه برضو انا ما كنتش محتاج ان اللنج برضو لسه نوت ويل ديفلوبد، فبالتالي في بيبقى في فاسكولار تشانل موجوده في الفيتال سيركيليشن موجوده، اللنج لسه بتنمو فمش محتاج كل البلاد يدخلها، فبالتالي البلاد وهو ماشي يروح مغير طريقه عشان يروح للحاجات الاساسيه بتاعته، فهنلاقي الموضوع ده متكرر في الجسم عادي. يبقى دي اسمه ايه؟ ليجامنتم فينوزا. طيب التاني ده يا دكتور اسمه ايه؟ ليجامنتم تيرس. ده بيمثل ايه؟ اللي هو الريمننتس او الفايبروزد ريمننتس اوف ليفت امبليكال فين. يبقى الليفت امبليكال فين بتاعي اللي هو كان جايب بلاد من الماترنال سيركيليشن للفيتس تمام، ده هيحصل فيه فايبروزس ليتر اون ويتحول لليجامنت هسميه ليجامنتم تيرس. ليجامنتم تيرس يبقى دول في طبعا اذر ليجامنتس فور ذا ليفر، بس دول الاثنين ليجامنتس اللي بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا فايبروزد امبريولوجيكال فاسكولار تشانل تمام. طيب لو جينا يا دكاتره هنا بعد كده بيوريه له هو ان يا اولاد حاجه اسمها سفرينيك سبيسز، احنا خدناها قبل كده في الابدومينال كافيتي بسرعه هراجع عليها، بقول ان السفرينيك سبيسز عباره عن بوتنشال سبيسز بتوين ذا ليفر اند ديافرام، بتوين ذا ليفر ديافرام اند ابدومينال وول تمام كده يا اولاد. طيب ريليتد تو ايه؟ ميلي تو فالسيفورم ليجامنت. يبقى دي اسمها ايه؟ بوتنشال سبيسز. اهميتها يا دكتور اهميتها ان ممكن يحصل فيها كولكشن لفلويد وممكن الفلويد ده يبقى انفكتد فيعمل بس صديد يعني، ممكن يحصل فيها هيرنيشن، ممكن يحصل فيها هيرنيا اللي هي فات ان جزء مثلا لوب من الانتستين ممكن يحصل له ايه؟ هيرنييت ثرو ذس سبيسز تمام كده، يدخل في السبيسز دي فيعمل لي حاجه اسمها هيرنيا تمام، هيرنيا اللي هي فتق بالعربي. طيب لو جينا نشوف يا دكتور ايه السبيسز اللي موجوده، هلاقي السبيس دي متقسمه رايت انتيريور سفرينيك سبيس بتبقى على الانتيريور سايد بتاع الفالسيفورم ليجامنت اللي انا بشاور عليه ده، والديافرام تمام كده، والرايت لوب اوف ذا ليفر والانتيريور ابدومينال وول. طيب طب وليفت انتيريور سفرينيك سبيس موجوده على الانتيريور سايد اوف فالسيفورم ليجامنت وما بين الليفت لوب اوف ذا ليفر والديافرام والانتيريور ابدومينال وول. طيب دول كده اتنين من قدام. طب لو جينا يا دكتور يقول لي عندي يا اولاد ليفت بوستيريور سفرينيك سبيس تمام كده يا دكتور، ده بيبقى موجود على الليفت سايد الليفت بوستيريور سفرينيك سبيس وده بيبقى ريليتد لل الليفت بوستيريور ريليتد للابر بارت او بيمثل الابر بارت من الليسر ساك تمام كده، وفي الرايت بوستيريور سفرينيك سبيس يا دكتور وده بيمثل اللي هو هنا ده جايبينه في الساجيتال سيكشن، ده بيبقى موجود بوستيريور للرايت لوب بتاع الليفر تمام يا دكاتره، وقدام الرايت كيدني زي ما احنا شايفين والرايت سوبرارينال. السبيس ده هو الموست ديبندنت سبيس، الموست ديبندنت سبيس تمام يا دكتور. طيب ده اهميته ايه؟ اهميته ان ممكن يحصل في لو انا هقول في حاله الصبان بوزيشن لو في اي فلويد كولكتد هيتجمع في المكان ده في الرايت بوستيريور سفرينيك سبيس، بيسموه هيباتو رينال باوتش تمام كده او موروسنز باوتش، هيباتو رينال باوتش او موروسنز باوتش. في بعد كده عندنا رايت اكسترا بروتينيال سبيس اللي هو ريليتد للبير اريا اللي انا بشاور عليها دي تمام كده، وليفت اكسترا بروتينيال سبيس اللي هو ريليتد للليفت سوبرا رينال جلاند والليفت سوبيرور بول او ابر بول اوف ليفت كيدني.
ماشي يا دكتور. ويبقى السبيس اللي هو ريليتد للليفت سوبرا رينال والابر بول اوف ليفت كده، ده اسمه ليفت اكسترا بروتينيال سبيس. يبقى دول السبيسز اللي عندي. قلت يعني ايه سفرينيك سبيس؟ اسمه صاب، يعني تحت الدافرام. تمام كده، عباره عن بوتنشال سبيسز بتوين ذا ليفر دايفرام اند ابدومينال وول. تمام يا دكتور، اهميتها ايه؟ قلت ممكن يحصل فيها فلويد كولكشن، قلت ممكن يحصل فيها هيرنيا. تمام كده يا دكاتره، قلت اسمائهم اند رايت انتيريور ليفت انتيريور، رايت بوستيريور ليفت بوستيريور، رايت اكسترا بروتونيال ليفت اكسترا بروتونيال. ذا موست امبورتانت وان از رايت بوستيريور سفرينيك سبيس اللي هو هيباتورينال باوتش او موروسنز باوتش. ماشي يا اولاد؟ طيب نيجي بعد كده، يقول لي ايه الفاكتورز اللي بتسبورت الليفر ان اتس بوزيشن، او ايه اللي بيخلي الليفر يفضل في مكانه؟ ببساطه خالص دايما احنا بنقول مش عايزين نحفظ، عايزين نبقى فاهمين، فممكن نالف الاجابه وتطلع صح على الاقل بنسبه 80%. ايه اللي يخلي الليفر ثابت في مكانه؟ الليفر ده يا دكتور اساسا ثابت في مكانه ليه؟ تقول لي ده الليفر ده متثبت في الانفيرور فينا كيفا بحاجه اسمها ايه، هيباتيك فينز، ادا واحد. تقول لي الليفر ده يا دكتور متثبت بليجامنتس كتيره، في ليجامنتس كتيره ماسكه الليفر في الابدومينال وول والكلام من ده. تمام كده، ادا اتنين. تقول لي الليفر ده يا دكتور في البوزيتيف انتر ابدومينال بريشر اللي موجود ده بيعمل ايه يا دكتور؟ بيسبورت الليفر ان اتس بوزيشن. يبقى دي اجين تاني اهو يا اولاد الحاجات بتاعتنا، يبقى الهيباتيك فينز والانتر ابدومينال بريشر والبروتينيال فولدز اللي ماسكه الليفر. تعالوا كده نشوف الكلام ده بعد كده يا اولاد. يعني لو جينا بصينا كده على الدياجرام ده، هلاقي هنا مثلا ده اسمه ايه، كنا بنقول ده هنا ليجامنتم فينوزا. تمام كده، هنا ليجامنتم تيريس، هنا ده اسمه ليفت تريانجولار ليجامنت، وهنا ده اسمه رايت تريانجولار ليجامنت، ده اسمه بوستيرور لير اوف كورونري رايت كورونري ليجامنت، وهنا في انتيرور لير من قدام بيتجمعوا يعملوا رايت تريانجولار ليجامنت، وقدام وفوق عند حاجه اسمها فالسيفورم ليجامنت. فدي كلها ليجامنتس يا اولاد ماسكه في الليفر. بالاضافه ده هنا كده الانفيرور فينا كيفا، وفي الانفيرور فينا كيفا يا اولاد بس هي مش باينه هنا قوي، بنلاقي في الهيباتيك فينز اللي هتجمع البلاد بتاع الليفر هتيجي تصب في الانفيرور فينا كيفا، بنسموهم ايه هيباتيك فينز، بيبقى اباوت 2 اور 3 هيباتيك فينز، هنشوفهم بعد كده بشكل كويس. طيب بيقول لي الفيشرز بتاع الليفر يا دكتور، حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ رقم واحد انا عندي هنا ده فيشر اهون، بيقول لي في فيشر فور ليجامنتم فينوزم اللي هو ده، يبقى ده عندي في فيشر فور ليجامنتم فينوزم بتوين حاجة اسمها كوديت لوب والليفت لوب، يبقى ده اسمه فيشر فور ليجامنتم فينوزم. وعرفنا الليجامنتم فينوزم دي كانت بتمثل ايه يا دكتور؟ اللي هي فايبروس داكتس فينوزس اللي كانت بتكونكت الليفت برانش اوف بورتال فين مع الانفيرور فينا كيف. تمام، كانت حاجه موجوده في الفيتر سيركيليشن. طيب وهنا ده يا اولاد ده اسمه ايه؟ فيشر فور ليجامنتم تيريس، وده بيمثل الفايبروزد ليفت امبليكال فين. ماشي يا دكتور، وبيبقى ماشي فيه ايه يا اولاد؟ ماشي فيه حاجه اسمها بارا امبليكال فينز، البارا امبليكال فينز. احنا عندنا يا اولاد برضو هناخد معلومه بعد كده ايه هي، بيقول لي لما بيحصل بورتال هايبرتنشن يعني بيزيد الضغط بتاع الوريد الكبد البابي نتيجه لاسباب، بقى في اسباب كتيره من اشهرها هنا في مصر يقول لي ان انا يكون عندي ايه، عندي ليفر فايبروزس او سيروزس. واحنا قبل كده اعتقد قلت لكم يعني في فرق كبير جدا ما بين الفايبروزس والسيروزس. الفايبروزس جاست بس فورميشن اوف كولاجين فايبر في حاجه اسمها البورتال ترياد، وهوريها لكم في اخر الحاجه، ولكن الليفر سيلز الى حد ما بتبقى شغاله، يعني الفانكشن بتاع الليفر بتبقى معقول. لكن في حاله السيروزس بيحصل لوس اوف هيباتيك اركتكتشر، يعني الارنجمنت بتاع الليفر سيلز بيتغير، وبالتالي الفانكشن بتبقى ديستربد، بالاضافه لوجود الفايبروزس كمان، يعني وجود في كولاجين فايبر بتبقى ايه. ماشي يا شباب، يبقى دي حاجه مهمه جدا. طيب الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتعمل بورتال هايبرتنشن. الناس اللي عندهم بورتال هايبرتنشن بيبدا يبقى في كونكشن ما بين البورتال سيركيليشن والسيستميك سيركيليشن. من في اماكن كتير للكونكشن دي، اشهرهم في ثلاث اماكن، اللور اند بتاع الاسافجس واراوند الامبليكس والجزء بتاع الانال كانال. تمام كده يا اولاد، دي فيها كونكشن ما بين البورتال سيركيليشن والسيستميك سيركيليشن. فعندنا بالنسبه للابدومينال وول ايه اللي بيحصل فيها يا شباب؟ بنلاقي اراوند الامبليكس لما بيحصل بورتال هايبر تنشن هنلاقي في فينز رادييتنج فروم ذا
امبليكس، تمام. الفينز اللي بتبقى طالعه من الامبليكس دي حواليها شبهوها بحاجه اسمها راس ميدوزا، فبنسميها كابوت ميدوزا، تمام كده. في لو حد شاف اتفرج فيكم على الفيلم بتاع اسمه كلاش اوف ذا تايتنز، تمام، هتلاقي فيه اللي هي ميدوزا دي كانت راسها كده فيها زي تعابين بتطلع اشاعات، فهم شبههم الجزء ده اللي هو الناس دول اللي عند الاغريق دول، وصفهم البورتال هايبرتنشن ان الفينز اللي راديتنج فروم ذا امبليكس كده، تمام، دي شبه راس ميدوزا. طيب دي جايه منين؟ يقول لي ان في كونكشن ما بين البارا امبليكال فينز اللي موجوده يا دكتور في الليجامنتم تيرس والفينز بتاع الانتيرو ابدومينال وول اللي هي سوبيريور والانفيريور بيجاستريك فين، فلما بيحصل دايلاتيشن ان بتوين ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اللي بيحصل ان الفينز دي تبقى دايليتد وترشوس وتبقى ظاهره في الانتيرو ابدومينال وول اراوند الامبليكس، دي بنسميها كابوت ميدوزا، تمام يا اولاد. يبقى احنا عرفنا هنا كده الفيشر الثاني اسمه ايه، فيشر فور ليجامنتم تيرس، وعرفنا ان الليجامنتم تيرس ده في ايه يا دكتور؟ في الليجامنت اللي اسمه ليجامنتم تيرس اللي هو اصله كان فايبروزد، او هو عباره عن فايبروزد ليفت امبليكال فين وماشي اراوند الفين الليجامنت ده يا دكتور، في ماشي مع البارا امبليكال فين. طيب عندنا بقى في فيشر مهم جدا يا اولاد اللي انا هشاور عليه ده، ده اسمه ايه؟ بورتا هيباتس. بورتا هيباتس، البورتا هيباتس ده عباره عن ترانزفيرس سليت، شق كده جاي بالعرض بتوين البوستيريور سيرفيس اللي هو ده والانفيريور سيرفيس اللي هو ده، تمام كده. يبقى ده اسمه بوستيريور سيرفيس وده اسمه انفيريور سيرفيس، ده اسمه بورتا هيباتس. البورتا هيباتس ده الثرو ويتش استراكشر باس ان اند اوت ذا ليفر، يبقى في حاجات هتدخل ليفر وتخرج منه. فاكرين كلمه الهايلم يا اولاد بتاع الاورجان اهو زي كده، الهايلم اللي هو الاريا ثرو ويتش استراكشر باس ان اند اوت ذا اورجان، تمام، ده البورتا هيباتس. يبقى انا عندي فيشر فور ليجامنتم، تاني اجيب بسرعه، فيشر فور ليجامنتم ها فينوزم، فيشر فور ليجامنتم تيرس وبورتا هيباتس. طيب ايه الاستراكشر اللي ماشيه في البورتا هيباتس دي يا دكتور؟ يقول لي في استراكشر ثلاثه مهمين قوي، يقول لي انتيريور اند تو ذا رايت اللي انا بشاور عليه ده اللي هي بتاع اللي هي الهيباتيك داكتس، تمام كده، الهيباتيك داكتس، وعرف يعني ايه بعد شويه يعني ايه هيباتيك داكتس. طيب انتيريور اند تو ذا ليفت يقول لي اللي هي البرانشز بتاع الهيباتيك ارتري، تمام، بوستيريور ليهم يا اولاد اللي هو البورتال فين ده موست بوستيريور، ماشي، تمام. بالاضافه طبعا في استراكشر ثانيه داخله معاهم حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اوتونوميك نيرف بليكسس اكسترا بروتينيه الفات. طيب البورتا هيباتس مع الفيشر فور ليجامنتم فينوزم دول بيدوا اتاشمنت لايه يا دكتور؟ ال شيب ده بيدي اتاشمنت لايه؟ للليسر اومنتم. الليسر اومنتم كان عباره عن بروتينيال فولد بيبقى كونكتد مع الاستومك، وهنا اللي هو الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك والفيرست انش اوف ذا ديودينم، وهنا كونكتد بالجزء ده يا اولاد اللي هو فيشر فور ليجامنتم فينوزم وبورتا هيباتس، ماشي يا دكاترة. هنا ده الكلام اللي مكتوب انا كاتبه لك عشان يسهل عليك المذاكرة زي ما هو تاني هو ده كده، ده كده فيشر فور ليجامنتم فينوزم، فيشر فور ليجامنتم تيرس وبورتا هيباتس، ماشي، دول الفيشرز بتاع الليفر. طيب تعالوا كده نكمل يا شباب. البلاد سبلاي بتاع الليفر يا اولاد زي ما احنا شايفين كده بيقول لي مين لي منين؟ مين لي من البورتال فين، حاجه اسمها يا دكتور اللي هو باللون الازرق ده، يبقى البورتال فين بيمثل اباوت يقول لي من 70 ممكن لحد 80% من البلاد سبلاي بتاع الليفر. ده جايب ايه يا دكتور؟ جايب اللي هي النيوترينتس اللي عامل لها ابزوربشن من الانتستين والاورجنز بتاع الجي اي تي ويجي يصب هنا في الليفر، يبقى البورتال فين. والهيباتيك ارتري بيمثل اباوت يقول لي مثلا من 20 ل 30%، يبقى ده كده. يبقى انا يجي لي يقول لي ايه البلاد سبلاي، فبتروح قايل لي ايه رقم واحد بورتال فين بيمثل اباوت قد ايه؟ 70 75%، والهيباتيك ارتري بيمثل 20 25%، ماشي يا اولاد، تمام. طيب بعد كده يا دكتور البلاد ده هيجي يدخل الليفر ويتوزع يدخل في حاجه اسمها ساينوسايتس، تمام كده. الساينوسايتس دي بعد كده تتجمع في حاجه اسمها سنترال فينز، هنشوفها برضو في دياجرام في الاخر. السنترال فين ده كلهم مع بعض يتجمعوا يعملوا لي في النهايه حاجه اسمها ايه؟ الهيباتيك فينز اللي انا شايفها دول. يبقى انا شايف في ثلاثه هيباتيك فينز اهون، في ليفت وفي ميدل وفي رايت هيباتيك فينز. يبقى الهيباتيك فينز دي بتجمع ايه؟ بتجمع السنترال فينز عشان الثلاثه هيباتيك فينز دول في النهايه يجوا يصبوا فين؟ يصبوا في الانفيريور فينا كيفا، ماشي يا اولاد.
يبقى دي ده السيركيليشن اللي موجوده في الليفر. طيب الليمفاتيك درينج بتاع الليفر يا دكتور بيقول لي هنقسمه لحاجتين، حاجه اسمها ليمفاتيك فيسلز وحاجه اسمها ليمف نودز. ليمفاتيك فيسلز بيتقسموا لجزئين، حاجه اسمها سوبرفيشال ليمف فيسلز وحاجه اسمها ديب ليمف فيسلز. السوبرفيشال دايما بتبقى ماشيه تحت الكبسول بتاع الليفر، الكبسول بتاع الليفر اللي هو دريفد من البريتونيوم، فبنسميه جلايسونز كبسول، جلايسونز كبسول. ماشي يا اولاد؟ يبقى ده بالنسبه للكبسول بتاع الليفر. طيب والديب ليمف فيسلز يا اولاد بتبقى بتتقسم لاسندنج وديسندنج. الاسندنج هتمشي مع الهيباتيك فينز عشان تروح توردس ناحيه الانفيرور فينا كيفا في الاتجاه ده، تمام كده، يبقى طالعه لفوق. والديسندنج هتمشي توردس عشان تخرج من عند البورتا هيباتس. يبقى احنا كده الليمفاتيك فيسلز سيمبل تبقى تقول لي ان في سوبرفيشال ليمفاتيك فيسلز وديب ليمفاتيك فيسلز. السوبرفيشال بتبقى بتمشي في السب سيرس اريولار تيشو، والديب ليمفاتيك فيسلز بتقسم لاسندنج وديسندنج. اسندنج بتمشي باس ويز اللي هي الهيباتيك فينز، والديسندنج بتروح توردز ذا بورتا هيباتس عشان تخرج منها. طيب الليمف نودز بقى متقسمين لاربعه جروب من الليمف نودز. يقول لي في حاجه اسمها لاترال دايفراجماتيك ليمف نودز، دول موجودين عند الانفيرور فينا كيفا اراوند اللي هو الاند بتاع الانفيرور فينا كيفا. يبقى اللاترال دايفراجماتيك دول موجودين عند الانفيرور فينا كيفا. في حاجه اسمها باراكارديال ليمف نودز، دول موجودين عند الترمينيشن بتاع الاسوفيجس. وهيباتيك ليمف نودز دول موجودين عند البورتا هيباتس. وسيلياك ليمف نودز دول موجودين عند السيلياك ترانك اللي هو برانش من الابدومينال اورتا. يبقى دول عندي الاربعه جروبس من الليمف نودز، مش عايزك تعرف اكتر من كده عنه. ماشي يا شباب؟ طيب نيجي لسؤال مهم جدا، حاجه اسمها بير ارياز اوف ذا ليفر. احيانا نجيب السؤال ده فاقول لك يا دكتور منشن بير ارياز اوف ذا ليفر، يروح جاي حد منكم يروح يفضل ايه يتكلم كتير قوي في البير اريا بروبر بس، ويفضل يوصف فيها. انا بقول لك منشن بير ارياز، ارياز بقول جمع هو اوف ذا ليفر. ايه البير ارياز اوف ذا ليفر؟ بقول انا معرفك من البدايه ان الليفر واخد ايه كفر من البريتونيوم. يبقى بيقول ان الليفر كومبليتلي كفرد باي بريتونيوم اكسبت ذا فولوينج ارياز او ذا فولوينج سايتس. يبقى متغطي بالبريتونيوم ما عدا الاماكن دي. ايه هي يا دكتور؟ اول واحده عندنا اللي هي مهمه اللي كلكم هتحفظوها زي اسمكم، اللي اسمها بير اريا بروبر اللي انا بشاور عليها دي. دي شكلها عامل ازاي يا دكتور؟ اقول لك وصفها. شكلها تريانجولار، شكلها عامل زي المثلث اهون، لو بيز معمول بايه؟ بالجروف فور انفيرور فينا كيفا، ده البيز بتاعتي، تمام. والايبكس بتاعتي معمول بالرايت ترينجولار ليجامنت، وانتيريور اللي هي انتيريور لير اوف كورونري ليجامنت وبوستيريور لير اوف كورونري ليجامنت. هنا فاهمين يا اولاد؟ يبقى هي دي اسمها ايه؟ البير اريا اوف بير اريا بروبر اوف ذا ليفر. ماشي يا دكاتره؟ بير اريا بروبر اوف ذا ليفر، يبقى دي اسمها كده. طيب ايه البير ارياز الثانيه؟ كل الحاجات اللي فيها يا ولاد، فيها سواء فيها فيشر سواء فيها ستراكشر ريليتد دايركت للليفر بشكل كبير، دي هتبقى بير اريا. يعني مثلا ايه؟ فيشر فور انفيرور فينا كيف او جروف فور انفيرور فينا كيف. طيب فيشر فور ليجامنتم فينوز، فيشر فور ليجامنتم تيرز، هنا فوسه فور جول بلادر، بورتا هيباتس، تمام كده يا ولاد؟ يبقى كل الاماكن دي هتبقى ايه يا دكتور؟ هتبقى بير ارياز. ماشي يا ولاد؟ يبقى انا حتى كاتبهم لك اهم، يبقى تبقى واخد بالك لما يجي لك سؤال يقول لك ديسكاس او منشن بير ارياز اوف ذا ليفر، تبقى مش مجرد بس البير اريا بروبر اللي كلكم بتركزوا عليها، لان لاحظت قبل كده يا ولاد في اجابه الطلبه لما نيجي نقول لهم كده يقول لي البير اريا ويفضل يوصف فيها ويقول لي تيزا تريانجولار شيب ومش عارف موجوده ريتد للرايت لوب اوف ذا ليفر وموجوده مش عارف على ايه ويفضل يوصف فيها. لا، يبقى انا بير ارياز كل اللي انا قلتهم دول. يبقى تروح قايل ان الليفر كومبليتلي كفرد باي بروتونيوم اكسبت ذا فولوينج سايتس 1 2 3 4 وهكذا. ماشي؟ البروتونيال فولدز بتاع الليفر يمكن اتذكر منها جزء كبير قبل كده او اتقالت قبل كده مع الابدومينال كافيتي يا اولاد. اول واحد فاكرينه كان الليسر اومنتم. الليسر اومنتم بسرعه كان بيبقى كونكتد او عباره عن بروتينيال فولد بتوين الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك والفيرست انش اوف ذا ديودينم، تمام كده، والفيشر فور ليجامنتم فينوزم والبورتا هيباتس. ده كان اسمه ليسر اومنتم، وكان ماشي في الفري بوردر بتاعه، كان ماشي الاستراكشر اللي انا بشاور عليهم دول، كان ماشي في الهيباتيك ارتري وكان ماشي في الكومن بايل داكت وكان ماشي في البورتال فين. ماشي يا دكاتره؟ بالاضافه طبعا انا قايل لكم قبل كده اي بروتينيال فولد يا دكتور من ضمن الكونتنتس بتاعته بتروح قايل لك اكسترا بروتينيال فات اوتونوميك نيرف بلكسس، اكسترا بروتينيال فات اجين واوتونوميك نيرف بلكسس بالاضافه للسبيشال ستراكشرز اللي ماشيه فيه. يبقى الموضوع سهل مش صعب ولا حاجه.
تمام كده. طيب رقم 2 ده اسمه فالس فورم ليجامنت اللي انا بشاور عليه ده يا اولاد، ده اسمه ايه؟ فالس فورم ليجامنت. الفالس فورم ليجامنت ده يا دكتور بيقول لي ان هو شكله بيبقى سيكل شيب، سيكل يعني شكله عامل زي المنجل، ماشي يا اولاد؟ يبقى فالس فورم ليجامنت. الفالس فورم ليجامنت ده بيبقى اتاشد طبعا، له اتاشد بوردر وفري بوردر. الاتاشد بوردر بيبقى اتاشد ليه، بيبدا من عند الامبليكس والانتيرور ابدومينال وول والاندر سيرفيس اوف ذا دايفرام، ويكمل على السوبيريور والانتيرور سيرفيس بتاع الليفر، ده كده اسمه اتاشد بوردر. امال الفري بوردر اللي هو من الامبليكس لحد الانفيرور بوردر، الانفيرور بوردر بتاعه من تحت كده، وده بشكل كبير ممكن نبقى نشوفه على الكاديفر، تمام؟ في البراكتيكال يبقى الانفير بوردر ده بنسميه فري بوردر بتاعه. الفري بوردر ده ماشي فيه مين؟ ماشي فيه ليجامنتم تيرس، ماشي فيه ليجامنتم تيرس اللي هو ايه؟ عباره عن ايه؟ فايبروزد ليفت امبليكال فين، بالاضافه لمين كمان يا دكتور اللي ماشي فيه؟ ماشي جواه حاجه اسمها برا امبليكال فين اللي انا لسه متكلم عليهم من شويه، تمام؟ واكسترا بروتونيال فات واوتونوميك نيرف بلكسس. يبقى اي فولد يا اولاد هيبقى ماشي فيه الاستراكشر دي، عشان ما اجيش اقول لك منشن مثلا اي كونتنتس اوف مثلا كذا، فتروح ايه تفتكر اه هو ليجامنتم تيرس. طيب وبقيه الحاجات، ما انا قايل لك اي بروتونيال فولد بيبقى فيه واحد اثنين ثلاثه، اوتونوميك نيرف بلكسس، اكسترا بروتونيال فات، وقول السبيشال استراكشر اللي فيه اللي هي ليجامنتم تيرس وبارا امبليكال فين يا دكتور، ماشي يا اولاد؟ يبقى ده كده عباره عن الفالس فورم ليجامنت. بيمثل الفالس فورم ليجامنت اللي هو الانتيريور بارت من الفنترال ميزو جاستريم، تمام يا دكتور؟ فاكرين يا اولاد احنا كان عندنا الاستومك موجوده او الجت موجوده، تمام كده، في النص او في الميدل لاين، وكونكتد للانتيريور ابدومينال وول بحاجه اسمها فنترال ميزو جاستريم، وكونكتد للبوستيريور ابدومينال وول بحاجه اسمها دورسال ميزو جاستريم. الفنترال ميزو جاستريم لما الليفر تكون في نص الفنترال ميزو جاستريم قسموا لجزئين، حاجة هيبقى اسمها فالس فورم ليجامنت ماسكة في الانتيرو ابدومينال وول وما بينها وما بين الليفر، وحاجة اسمها ليسر اومنتم ما بين الليفر وما بين الجات اللي هي الاستومك. طيب نيجي نكمل بقية الفولدز. حاجة اسمها يا دكتور الكوروناري ليجامنت. طيب انا عندي هنا في بيقول لي يا اولاد ده الانتيرو لير اوف كوروناري ليجامنت اللي موجود اللي انا بشاور عليه ده، وده اسمه بوستيريور لير اوف كوروناري ليجامنت، والاثنين مع بعض هنا توورد ذا رايت سايد يتحدوا مع بعض ويعملوا لي حاجه اسمها رايت ترانجولار ليجامنت اللي انا قلت الاريا دي قبل كده اسمها البير اريا. يبقى الكوروناري ليجامنت بيعمل لي ايه؟ هو بيحدد بيمثل الباوندرز الانتيرور والبوستيرور باوندر بتاع مين؟ بتاع البير اريا بروبر اوف ذا ليفر. طيب وهنا ليفت تريانجولار ليجامنت ريليتد هنا للليفت لوب، ليفت تريانجولار ليجامنت، تمام؟ طيب عندنا دي كده بالنسبه للبروتينيال فولدز اللي هي ريليتد للليفر. هنيجي بعد كده يا اولاد الليفر بتاعنا احنا قسمناه، بفكرك تاني قسمته في الاول لايه؟ لرايت لوب لارج وليفت لوب سمول. بايه ده كان اسمه ايه؟ اناتوميكال ديفيجن اوف ذا ليفر، ده كان الاناتوميكال لما قسمه اناتومي لرايت اسمه لرايت لارج لوب وسمول ليفت لوب. طيب قسمناه كان بايه؟ بثلاثه ليجامنتس، ليجامنت موجود على السوبر سيرفيس والانتير اسمه فالس فورم، وليجامنت موجود على البوستيريور سيرفيس كان اسمه ايه؟ فيشر فور ليجامنتم فينوزم، وموجود على الانفير سيرفيس فيشر فور ليجامنتم تيرس. ده كده قسمناهم لرايت لارج لوب وسمول ليفت لوب. قال لي لا يا دكتور في نقطه بقى مهمه، قال لي كسيرجيكال او فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف ذا ليفر، قال لي الليفر ده هيبقى ديفايدد انتو نيرلي ايكوال تو لوبس، يعني هيتقسم لتو لوبس الفصين الى حد ما متقاربين في الحجم، ده السيرجيكال او الفيسيولوجيكال ايه ديفيجن بتاع الليفر، ماشي يا اولاد؟ قال لي هنقسمه ازاي يا دكتور؟ قال لي لو انا كده على البوستيرور والانفيرور سيرفيس، قال لي في لاين هيعدي في الجروف بتاع الانفيرور فينا كيفا ويعدي في الفصه اوف جول بلادر، زي ما انا شايف كده الخط اللي هو مرسوم منقط ده، ده هنا عدى في الجروف فور ذا انفيرور فينا كيفا والفصه فور جول بلادر، يبقى ده كده. طيب اللاين ده يا اولاد هيقسم الليفر لرايت لوب اهون وليفت لوب اهو، يبقى انا عندي كده يا اولاد شايفين ده اسمه الكوديت لوب وده اسمه كوادريت لوب. الكوديت لوب والكوادريت لوب اناتوميكالي هم ريليتد لمين؟ للرايت لوب، لكن لما جينا سيرجيكالي او فانكشنالي لقيناهم ريليتد للليفت لوب، يعني بياخدوا من الليفت برانش بتاع مثلا ايه البورتال فين، بياخدوا من الليفت برانش بتاع الهيباتيك ارتري، بياخدوا مثلا من بتاع
الهيباتيك داكتس، الليفت هيباتيك داكت، يبقى دول في الفانكشن تابعين للليفت لوب. مركزين معايا يا اولاد؟ عشان كده قلنا السيرجيكال كلاسيفيكيشن ده هيبقى حاجه مهمه، وهنقول لك حاجه مهمه بعد كده ايه اهميته. يبقى دي نقطه مهمه. يبقى لما هنيجي نقسم الليفر لرايت وليفت لوب هنقسمه بايه؟ ببلين او لاين هيمشي فيه الجروف فور انفيريور فينا كيفا اند فوسا فور جول بلادر. ماشي يا دكتور؟ يبقى دي نقطه مهمه جدا. طيب لما جينا قسمناهم يا اولاد زي ما انتم شايفين كده، هو ده الانفيريور فينا كيفا، وده الليفت هيباتيك فين، وده الميدل هيباتيك فين، وده الرايت هيباتيك فين. برضو الميدل هيباتيك فين من الاستراكشر اللي هي يوزد ان تو ديفايد ذا ليفر انتو رايت اند ليفت لوبس. ماشي يا دكتور؟ طيب لما قسمنا الليفر كده اولاد قسمناه لرايت وليفت. قال لي يا دكتور الليفت لوب نرجع تاني نقسمه لميديال سيجمنت ولاترال سيجمنت. الميديال سيجمنت ولاترال سيجمنت بالفالس فورم ليجامنت، ويرجع تاني يا اولاد يقسم الميديال سيجمنت. بصوا يا دكتور، يقسم الميديال سيجمنت بتاعتي تمام لسوبيريور وانفيريور سيجمنتس، واللاترال لسوبيريور وانفيريور زي كده. يبقى قسمنا بصوا يا اولاد تاني اجين الليفت لوب اهو ده كده الليفت لوب. الليفت لوب يتقسم تاني ازاي يا دكتور؟ يقول لي نقسمه لميديال ولاترال. الميديال يتقسم لفوق وتحت، واللاترال يتقسم لفوق وتحت. طيب جميل. طب الرايت لوب، يقول لي الرايت لوب يا دكتور هقسمه بالكوروناري ليجامنت. ماشي، اللي فوق هنا هقسمه الانتيريور وبوستيريور، والانتيريور بتاعي يتقسم برضو كل واحد فيهم يتقسم لسوبيريور وانفيريور، سوبيريور وانفيريور. مركزين معايا يا اولاد؟ يبقى دي نقطه مهمه جدا. طيب يقول لي يا اولاد هنا ادا كده ده بالكورونري ليجامنت قسمناهم لايه؟ لانتيريور. وهنا كده يا اولاد لايه؟ لبوستيريور. الانتيريور تتقسم لايه؟ لسوبيريور وانفيريور، بوستيريور لسوبيريور وانفيريور، هكذا. طيب لما نيجي بقى نعد كده السيجمنتس بتاع الليفر، ادا الفيرست تمام كده معموله من اللي بالكوديت لوب يا اولاد، وبعد كده السكند، وبعد كده الثيرد، الفورس، الفيفث، السكس، السيفنس، الايتس. يقول لي كده اكنك ماشي مع عقارب الساعه تمام كده. وز ايه ويز كلوك وايز. يقول لي ايه؟ تمام. طيب لو بصينا التقسيمه دي يا اولاد مهمه جدا، دي اللي بنقول عليها اللي هي السيرجيكال ديفيجن بتاع الليفر. تمام. ليه مهمه يا دكتور؟ قلت عشان دي بعد كده لما هاجي اعمل ليفر ترانسبلانت، يعني هنقل ليفر من دونر او هاخد من مثلا من كاديفر لسه حد متوفي هنقله لريسيبيانت، دي بتبقى حاجه مهمه. او هاخد جزء من ليفر تمام، سواء في شخص ليفنج بيرسون هاخد منه جزء مثلا هعمله ترانسبلانتيشن، ده مهم جدا في الحته دي اللي هو السيرجيكال ديفيجن بتاع الليفر. ليه يا دكتور؟ يقول لي ان كل هنا سيجمنت من الليفر بتبقى ايه؟ اندبندنت. بتبقى فانكشنالي اندبندنت. يعني ممكن اعمل لها ريسكشن لو عايز اشيلها لوحدها يا دكتور. يعني لو في اورام في سيجمنت معينه وعايز اشيلها لو اعمل لها ريسكشن لوحدها اقدر اشيلها لوحدها without affecting the other segments، يبقى بدون ما اثر على الاذر سيجمنتس. يبقى ده استفدت من السيرجيكال ديفيجنز بتاع الليفر في الموضوع ده يا اولاد. تعالوا كده نكمل اهو تاني اجين زي ما انا شايف كده. شايفين هنا ده البوستيريور وده الانفيرور سيرفس. الليفر ده كده اولادك اننا مدينا ايدينا ورفعناه لفوق من عند الانفيرور بوردر تمام. فده كده البوستيرور اهو عند الانفيرور فينا كيفا، وده كده الانفيرور سيرفيس اللي عند الجول بلادر او المراره زي ما انا شايفها كده. اللاين اللي عدى هنا ده قسم ده كده عباره عن الليفت لوب وده كده الرايت لوب. وانا لسه قايل لك من شويه ان الكوديت لوب ده والكوادريت لوب دول في الاناتومي ان هم تابعين للرايت لوب، ولكن لما بصينا في الفسيولوجي والفانكشن والجراحه وكل الكلام ده هم تابعين للليفت لوب، لان الهيباتيك الارتيريال سبلاي والليمفاتكس والنيرف سبلاي وكلام من ده كله تابع للليفت سايد. ماشي يا دكتور؟ طيب هنا من قدام اهو اكنه وصل لي اللاين ده ما بين الانفيرو فينا كيفا وتحت الجول بلادر فوصة. شايفين اللاين ده؟ فده كل ده يبقى ليفت لوب وده رايت لوب. احنا كنا في الاناتوم بس بنقول الجزء الصغير ده عباره عن ايه يا اولاد؟ ده الليفت لوب، والباقي ده كله اسمه رايت لوب. اهو تاني هنا برضو شوفوا كده قسمنا ده الانفيرو فينا كيفا بثري هيباتيك فينز، ده الميدل. الميدل ده هو برضو الاساس. فلما قسمناهم قال لي دي الفيرست سيجمنت، سكند، الثيرد، الفورث. فيرست سيجمنت من اللي معموله بايه؟ بالكوديت لوب. وبعد كده ماشي يا اولاد الفيفس والسكس سيفنس الايتس. يبقى متقسم فانكشنالي اندبندنت 8 سيجمنتس. تمام يا اولاد؟ يبقى دي نقطه مهمه. طيب هذا الكلام اللي احنا قايلينه يا دكتور
زي ما احنا قلنا كده. اجين تاني الكلام مكتوب، هتبقى تقراه مع نفسك مفيش مشكلة. تمام. في نقطة مهمة يا ولاد، بيقول لي احيانا ان احنا عارفين ان الهيباتيك ارتري طالع از ا برانش فروم سيلياك ترانك، في حاجة اسمها سيلياك ترانك طالع من الفرونت اوف ابدومينال اورتا، تمام كده، اوبزيت ابر بوردر اوف L1. تمام. طيب الهيباتيك ارتري ده يقول لي يا دكتور ان ممكن ان الرايت لا يطلع بقى ايه كسيبريت بقى، بدل ما يطلع هيباتيك ارتري ويدي رايت وليفت برانشز وكلام من ده، لا يقول لي رايت هيباتيك ارتري، يقول لي يجي منين يا دكتور؟ يقول لي من السوبيرور ميزنتريك ارتري، والليفت هيباتيك يطلع من الليفت جاستريك ارتري. مركزين معايا؟ طب الكلام ده بيبقى مهم. ايوه يا اولاد، لما نيجي نعمل عمليات ريليتد للليفر او احنا داخلين في المنطقه دي لازم تبقى بي كيرفول لا تعمل انجري في اي حاجه من الحاجات دي، وانا بعمل ترانسبلانتيشن لو انا مش واخد بالي هيحصل انقل الاورجان ده او انقل جزء من الاورجان للريسيبيانت، ايه اللي يحصل فيه؟ يحصل بعد كده نكروزس ويموت، لان لازم ابقى عارف هو كان جاي له بلاد سبلاي ازاي عشان اوصله بنفس الطريقه تاني اجين. الكلام ده مهم جدا يا اولاد. ماشي يا شباب، ده بالذات في الترانسبلانت. نيجي نكمل يا دكاترة. بيوري لي هنا يا ولاد كده، بيقول لي في حالات الليفر هيموريدج، يعني لو حصل مثلا واحد خد ستاب ووند جت في الليفر، او يعني طعنه في الليفر، واحد طعن واحد بمطوه في الليفر كده، او واحد مثلا واحنا بنعمل عمليه شغالين فلاقينا في نزيف مثلا خاص بالليفر، او واحنا بنشيل المراره فالسيستيك ارتري اتجرح سواء بالمنظار او جراحه عاديه كونفنشنال سيرجري، او واحد مثلا كار اكسيدنت او موتور سايكل اكسيدنت، اي حاجه المهمه عملت نزيف ريليتد للليفر او الحاجات اللي حواليه. يقول لي عشان اوقف النزيف يا دكتور هوقف النزيف ان انا اعمل كومبريشن للفري بوردر اوف ليسر اومنتا. ما انا لما اعمل كومبريشن للفري بوردر اوف ليسر اومنتم اللي انا بشاور عليه ده دكتور ماشي فيه الاستراكشرز دي الثلاثه دول المهمين، غير الحاجات اللي هي قلت لك ماشيه في كله، الاكسترا بروتونيه الفات والاوتونوميك نيرف بلكسس، تمام كده، والليمفاتكس دول ماشيين في اي حاجه. طيب الثلاثه دول اللي هم مين؟ يقول لي في الفري بوردر اوف ليسر اومنتم انتيريور اند تو ذا رايت، ده اسمها كومن ايه بايل داكت، انتيريور اند تو ذا ليفت اللي هو الهيباتيك ارتري، بوستيريور ليهم الاثنين اللي هو البورتال فين. يبقى الثلاثه استراكشر دول ماشيين في الفري بوردر اوف ليسر اومنتم. يقول لي هعمل لهم كومبريشن ازاي يا دكتور؟ لا اما برينج المانوفر، ده الراجل ده عمل المانوفر ده، قال لي ادخل الاندكس فينجر في الايبيبلويك فورامين او فورامين اوف وينسلو، تمام كده، واعمل كومبريشن بالصمب عليه. يبقى هضغط كده الثلاثه استراكشر دول ما بين صباعيني، تمام كده، ده اسمه ايه؟ برينجل مانوفر. برينجل مانوفر يبقى انتروديوس يور اندكس فينجر ان ذا ايبيبلويك فورامين اند كومبريس باي ذا صمب، تمام كده، واعمل ايه او كومبريس ذا فري بوردر اوف ذا ليسر اومنتم، تمام كده، between the index and the thumb، ده اسمه برينج المانوفر. تمام. طبعا ممكن بنعمله بحاجه اسمها فاسكولار كلامب يا اولاد، الاله دي اللي انا بشاور عليها دي بيبقى اسمها فاسكولار كلامب، الاله دي بضغط بيها. ليه مش اي اله يا دكتور امسكها واعمل بيها كلامبنج او اعمل بيها كومبريشن للفيسلز؟ لان اي اله تانية غير دي، الاله دي لما بتضغط الفيسلز ما بتاذيش الفيسل وولز ذات نفسه، اي اله تانية هتعمل انجري للانتما بتاع الفيسل، يعني هتجرح الفيسل من جوه، يبقى شكله من بره سليم بس البتاع الاندوسيليوم بتاع الاندوسيليوم لايننج بتاع الفيسل من جوه يا دكتور حصل فيه مشكله، وبالتالي ده يدي فرصه ان يحصل ثرومبوزس، يحصل جلطه فيه داخليه. يبقى الموضوع ده مش حاجه سهله، مش يلا اربط او امسك باي اله، لا ما ينفعش يا دكتور، له حاجات خاصه بيه بنمسك بيها. ماشي يا اولاد. طيب رقم اتنين، كده عرفنا الهيموريدج وازاي اقدر اكونترول ات، تمام، من خلال البرينج المانوفر او الفاسكولار كلام. طيب اتنين، يقول لي يا دكتور ان الليفر بتاعي زي ما قلت ان هو بيبقى سوفت نورمالي، الليفر الكونسيستنسي بتاعته تمام بتبقى سوفت. طيب لما اجي احس الليفر طبيعي ان انا ما احسوش تحت الرايت كوستال مارجن، تمام. طيب لو حسيته يا دكتور معنى ذلك ان في سام سورت اوف باثولوجي في الليفر. ماشي. الفاسكولار سيجمنتيشن مهمه زي ما قلنا عشان في حالات الترانسبلانت او في حالات الريسكشن، لو انا هستأصل جزء من الليفر كان في تيومر او في ابسس كبير زي اميبيك ليفر ابسس او هكذا، فبالتالي ده ممكن اعمل ده وزود افكتنج ذا اذر سيجمنتس اوف ذا ليفر. ماشي يا اولاد، لان احنا عرفنا ان دي كل سيجمنتس بتبقى اندبندنت، واخده الفاسكولار سبلاي بتاعها، واخده البتاع الليمفاتيك وهكذا، كل حاجه منفرده عن بقيه
السيجمنتس. ماشي يا شباب. طيب نيجي للموضوع، موضوع مهم جدا يا اولاد، حاجه اسمها الجول بلادر. الجول بلادر يا دكتور لو جيت بصيت عليها، هي دي الجول بلادر بتاعتي، تمام؟ بيقول لي المكان بتاعها فين يا دكتور؟ موجود في الجول بلادر فوسة على الانفيرور سيرفيس بتاع الليفر. دي اسمها ايه؟ جول بلادر. لو شلناها المكان بتاعها اسمه ايه؟ الجول بلادر فوسة اللي موجوده على الانفيرور سيرفيس اوف ذا ليفر. ماشي يا اولاد. طيب الشيب بتاعها بيقول لي ان شكلها بير شيب، عامل زي الكمتريه، والطول بتاعها من 3 ل 4 انشز، العرض بتاعها بيكون اباوت 3 سنتيمتر. طيب الكباسيتي بتاعتها بيقول لي من 30 ل 50 كيوبيك مليمتر، تمام. والفانكشن بتاعتها بيقول لي ستورج اند كونسنتريشن اوف بايل. يبقى اصلا طول ما انت الحمد لله قاعد ساكت بيبدا البتاع الليفر بيصنع البايل وتبدا تتخزن فيها ويحصل لها مور كونسنتريشن. وقت ما تيجي تاكل خاصه لو اكله فيها دهون شويه، تمام، بيبدا يحصل استيميليشن ليها، تمام، بحاجه هرمون كولوسيستوكاينين وكلام من ده والفيجاس، فتبدا يحصل لها كونتراكشن، فتبدا تضخ شويه العصاره اللي فيها بحيث يساعدوا في الدايجيشن بتاع الليبيدز. ماشي يا شباب. نكمل البارتس بتاعتها يا اولاد والريليشن بتاعتها. البارتس بتاعتها بيقول ان هي بتتكون من الفندس، الحته اللي بارزه دي، يعني القبه اللي تحت دي، والباقي ده اسمه بادي، واخر حته دي النروست بارت بتاعتها اسمها النك. يبقى هي بتتكون من 3 اجزاء: الفندس، البادي، النك. ماشي يا دكاتره. تمام. طيب الفندس دي بتبقى بروترودنج بلوزا كوستال مارجن، تمام، او تحت الانفيرور بوردر بتاع الليفر، تمام، كويس قوي. ودي هتبقى اصلا لها سيرفيس اناتوم مهم. طيب والبادي بتاعي بيبقى ريليتد ليه يا دكتور؟ ريليتد للجول بلادر فصه، و هتبقى يا اولاد الجول بلادر بتاعتي هتبقى كفرد بالبريتونيه من الانفيرو سيرفيس بتاعتها. طيب هتكمل بعد كده النيك، بيقول اللي هي النار وست بارت، وهتكمل بحاجه اسمها سيستيك داكت. دي اسمها ايه؟ سيستيك داكت. السيستيك داكت دي سموها سيستيك داكت، شبه الاس شيب، تمام. ولو فتحناها كده من جوه يا اولاد هيقول لي هيبقى فيها حاجه اسمها سبايرال فالف اوف هيستر، اللي انا شايفه ده الميكوزا الفولدس اللي داخل السيستيك داكت، بتبقى عامله ريدجز كده بالشكل ده في شكل سبايرال شيب، فسموه سبايرال فالف اوف هيستر. اعتقد ان دي بتكنترول البايل سكريشن، يعني البايل وهي ماشيه فيها بيكنترول اللي هي الايه الموفمنت بتاعتها. ماشي. طيب عندنا ايه كمان يا دكتور؟ بيقول لي بيبقى ريليتد ليها حاجه اسمها هارت مانز باوتش، تمام كده، الرايت وول بتاع النك بيبقى فيه سام سورت اوف دايلاتيشن. النك بتاعتي تاني بيبقى فيها سام سورت اوف دايلاتيشن، الدايلاتيشن ده بنسميه ايه؟ هارت مانز باوتش. ممكن يبقى فيه ستون تتويجد فيه يا اولاد، او تتكون فيه او تتحرك فيه. الستون دي ممكن ليتر اون تعمل ايه؟ اوبستراكشن للدكت، وتعمل حاجه اسمها اوبستراكتيف جوندس اند سو اون، تعمل يبقى عنده ايه؟ عنده الصفره نتيجه لانسداد القناه المراريه. طيب عندنا يا اولاد هنا برضو بيكون ورا، لو انا جيت بصيت هنا كده ورا البادي بيبقى فيه الترانزفيرس كولوم بوستيرور ليه، تمام كده، وورا هنا كده منطقه النك بيبقى فيه الديودينم بتاعي. ماشي يا اولاد. الفيرست بارت بتاع الديودينم بيبقى معدي هنا ورا، دي بالنسبه كده ايه للريليشن. وفوق من هنا حاجه اسمها سيستيك ارتري بيبقى سوبيريور بالنسبه ايه للنك. سيستيك ارتري هنشوفه دلوقتي. احنا ملاحظين هنا كده يا دكتور ان النك كملت بالسيستيك داكت، والسيستيك داكت اتحدت مع حاجه اسمها كومان هيباتيك داكتس. الكومان هيباتيك داكت كانت متجمعه من الرايت والليفت هيباتيك داكت، دي الرايت ودي الليفت هيباتيك داكتس، جمعوا لي كومان هيباتيك. الكومان هيباتيك مع السيستيك يعملوا لي كومان بايل داكت، والكومان بايل داكت زي ما احنا شايفين هتروح تفتح فين؟ هتفتح في الميدل اوف سكند بارت اوف ذا ديودن، هنشوفها دلوقتي بعد شويه. تعالوا كده نشوف هنا كده هو الريليشن بتاعتي. شايفين ده الليفر، ده الانفيرو سيرفيس اوف ذا ليفر، وده الفصه فور جول بلادر، المكان اللي انا بشاور عليه ده اهيا. الجول بلادر هنا اتحطت اهيا كده، تمام. الجول بلادر هتبقى ايه؟ كفرد بايه يا دكتور؟ كفرد بالبروتونيوم زي ما انت شايف كده. يبقى الفصه فور جول بلادر اتسيلف بتبقى ايه؟ بير اريا، مفيش فيها بروتونيوم لانها دايركتلي ريليتد للجول بلادر اتسيلف، البادي بتاع الجول بلادر. ماشي يا اولاد؟ تمام. طيب
نيجي كده للريليشن بتاعتي يا دكتور. الفاندس ده بيبقى ريليتد للانتيرور ابدومينال وول، تمام؟ الفاندس انتيرورلي ريليتد للانتيرور ابدومينال وول، البادي ريليتد انتيرورلي، تمام، لمين؟ للليفر، تمام. طيب وهنا انفيرورلي من تحت هنا كده او بوستيرور بيبقى ريليتد لمين؟ ريليتد للترانزفيرس كولون، والنيك ريليتد للفيرست بارت اوف ذا ديودن، ومين اللي معدي هنا فوق كده سوبيريور؟ ده اللي هو سيستيك ارتري. سيستيك ارتري، تمام يا دكاتره؟ تعالوا كده نكمل. الحاله دي بسميها اندسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتيكو جرافي. يعني ايه الاي ار سي بي دي يا دكتور؟ اللي هي اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتيكو جرافي. احنا بنجيب صبغه يا اولاد ونيجي نحقنها من خلال الفتحه بتاع الكومن بايل داكت والبنكرياتيك داكت اللي هنشوفها بعد شويه. بنحقن الصبغه هنا عشان تمشي في الكومن بايل داكت وتمشي فيها لفوق كده وتروح تملا الجول بلادر وتتوزع تخش على الليفر وتخش البنكرياس زي ما احنا شايفين كده، المين بنكرياتيك داكت وهكذا، وبعد كده ترجع تاني تكمل هنا في الانتستين، تمام. ايه الهدف؟ لما هتدخل الصبغه دي اللي هي القنوات المراريه هشوف هل في انسداد في القنوات المراريه في مكان ولا لا، حاجه اسمها فيلنج ديفكت، يعني لو في ستون ولا في حصوه ولا حاجه في مكان هتبقى ايه، مش هياخد الصبغه في المكان ده، فنقول ان في فيلنج ديفكت. ده اسمه اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتيكوجرافي، ودي حاجه مهمه بتتعمل في الناس اللي عندهم جوندس، عندهم ايه، عندهم صفر، ماشي، اوبستراكتيف جوندس بالاخص كمان. طيب الجول بلادر يا اولاد زي ما قلنا الليفر قبل كده متثبت في مكانه، بالبروتونيال ليجامنتس متثبت في مكانه، بالبريشر متثبت في مكانه، الليجامنتس اللي احنا قلنا عليها يا دكتور او بالهيباتيك بينز، ماشي. برضو البلادر هي متثبته في مكانها بايه يا اولاد؟ زي ما انا شايف كده، انا قلت البلادر اصلا متثبت عليها حاجه اسمها الايه، الفيسرال بروتونيوم اللي هو عامل لها كفرنج مع الانفيرور سيرفيس بتاع الليفر، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، اصلا ما بين في الجول بلادر فوسه بيبقى في بلاد فيسلز باسنج بتوين الوول بتاع الجول بلادر والليفر، ده كمان مثبتها، مركزين معايا يا اولاد؟ تمام. بالاضافه طبعا لايه كمان بيثبتها، الفيسل اللي هو السيستيك ارتري والحاجات بتاعتنا الحاجات دي كلها، واللوز كونكتيف تيشو اللي هو في السيستيك ارتري. يبقى البريتونيوم رقم اتنين عندي في البلاد فيسلز باسنج بتوين الجول بلادر وول والليفر تيشو، وثلاثه اللي هو السيستيك ارتري بالكونكتيف تيشو اراوند ات. نرجع تاني اجين يا اولاد، بقول هنا الريليشن بتاع الجول بلادر، هنا دي الفاندس، تمام كده، بتبقى ايه، بتبقى بروجكتد تحت الكوستال مارجن، تمام، وبتبقى ريليتد للانتيرور ابدومينال وول. البادي هنا ريليتد للجول بلادر فوسه بتاع الليفر، وهنا بوستيريور يا دكتور، تمام، ترانزفيرس كولون، والابر بارت من البادي والنيك ريليتد للفيرست بارت اوف ذا ديودن، ماشي يا دكتور، كويس. هنا يا اولاد لما يحصل حد عنده سام سورت اوف انفلاميشن ايه اللي بيحصل يا اولاد؟ بنسميها حاله اسمها كوليسيستايتس، سواء مجرد انفلاميشن او لو كان في ستون كمان بالمره، فتمام، فبنسميها كالكولار كوليسيستايتس او نان كالكولار كوليسيستايتس، يعني التهاب في المراره في حصوه او بدون حصوه. طيب ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ المريض بيبقى يجي السيرفيس اناتومي بتاع الجول بلادر فاندس، الفاندس اوف جول بلادر بيبقى في المكان ده، فبنقول اهون شايفين كده الرسمه دي بتمثل لي سيرفيس اناتومي بتاع الجول بلادر فاندس او الفاندس اوف جول بلادر، بيبقى عباره عن ايه؟ يقول لي ات ذا تيب اوف ناينث كوست رايت ناينث كوستال كارتليج، يبقى الرايت ناينث كوستال كارتليج بيمثل عنده الفاندس بتاع الجول بلادر، او يقول لي ترانس بايلوريك بلين الكروسنج او الميتنج بتاع ترانس بايلوريك بلين مع اللي هو الرايت ميد كلافيكولار بلين لاين، يبقى في الخطين دول عند تقاطعهم هنا ده برضو بيمثل لي السيرفيس اناتوم بتاع مين؟ بتاع الجول بلادر، ودي بنسميها ميرفس ساين. ميرفس ساين، يبقى لما تيجي تعمل كومبريشن على النقطه اللي انا بقول عليها دي اللي هي التيب بتاع الرايت نانس كوستال كارتليج او الميتنج اوف رايت ميد كلافيكولار لاين اند ترانس بايلوريك بلين ده، ويبقى في بين في الحته دي يا دكتور، يبقى البين ده بنسميه ايه؟ ميرفس ساين. ميرفس ساين ده السيرفيس اناتومي بتاع الفاندس اوف ذا جول بلادر.
طيب النقطة اللي بعد كده يا اولاد الارتيريال سبلاي، الجول بلادر بتاخد بلاد سبلاي منين؟ بتاخد بلاد سبلاي من السيستيك ارتري اللي هو برانش من الرايت هيباتيك ارتري، تمام. والارتري ده وهو جاي للجول بلادر بيعدي هنا في التراينجل اللي انا بشاور عليه ده، اسمه تراينجل اوف كالو. تراينجل اوف كالو، تراينجل اوف كالو ده معمول بايه؟ معمول هنا كده ناحية الرايت سايد هنا كده يا دكتور، وانفيريور بيبقى معمول بالسيستيك داكت، وهنا توردز ذا ليفت سايد هنا ده معمول بالكومن هيباتيك داكت والليفت هيباتيك داكت، يبقى دي اسمها كومن هيباتيك وليفت هيباتيك، تمام. واباف معمول بايه يا دكتور؟ معمول بالانفيريور السيرفيس بتاع الليفر بتاعي، يبقى معمول بالليفر تيشو، تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ تراينجل اوف كالو، بيمشي فيه مين؟ بيمشي فيه السيستيك ارتري. طيب كمان هي بتاخد بلاد سبلاي من خلال اللي هي سمول ارتريولز، بتبقى باسنج بتوين الليفر تيشو والول اوف ذا جول بلادر. طيب ده اهميته يا ولاد، يقول لي ان اصلا الجول بلادر ريرلي ترانسفورمد انتو جانجرنس استراكشر، يعني من الصعب ان الجول بلادر تموت نتيجه لانقطاع البلاد سبلاي بتاعها. في اورجان لو انا وقفت البلاد سبلاي بتاعه يقول لك حصل له غرغرينا مثلا، زي لو انا افترضت مثلا بتسمعوا كتير واحد يقول لك عملوا له بتر في رجله نتيجه ان حصل له غرغرين، لان الشريان اللي بيغذيها اتقفل فبالتالي ما فيش بديل، تمام. لكن هنا يقول لي ان الجول بلادر من الصعب ان يحصل فيها ده. لا يا دكتور اقول لك مثلا ايه اكسبلين ليه من الصعب ان يحصل ان هي ان الجول بلادر ان انفلام ده جول بلادر اللي هي الكوليسستايتس ريرلي اور يعني ترانسفورمد انتو جانجرينس تيشو، ليه من الصعب ان هي تتحول لغرغرينا او يحصل فيها غرغرينا؟ تقول لي يا دكتور لانها لها دبل بلاد سبلاي، لها سيستيك ارتري ولها سمول ارتريولز باسنج بتوين ذا هيباتيك تيشو اند ذا وول اوف ذا جول بلادر. يبقى دي حاجه مهمه يا اولاد جدا. طيب الفينس درينج هيقول لي من خلال اللي هي الفينز الماينور فينز اللي باسنج بتوين برضو الوول والجول بلادر، يعني من خلال الجول بلادر فصه، دي واحده. ممكن لو في سيستيك فين يا دكتور هيصب في الرايت برانش اوف بورتال فين، ماشي يا اولاد. الليمفاتيك درينج بتاعي يقول لي يا دكتور اما بيباس ناحيه وز جزء منها ناحيه الليفر تيشو لان في كونكشن ما بينها وما بين الليفر تيشو، وممكن بعض الليمفاتيكس تروح لعد في ليمف نودز موجوده عند السيستيك داكت فيبقى اسمها سيستيك ليمف نودز، ومنها للبورتا هيباتس الليمف نودز اللي موجوده عند البورتا هيباتس بتاع الليفر. طيب النيرف سبلاي يا اولاد بتاعها بسرعه كده بيقول لي يا دكتور انا عندي رايت فرينك نيرف، تمام كده، وسمباثاتيك وباراسمباثاتيك. الرايت فرينك ده يا دكتور اللي عرفنا قبل كده بيعدي في الديافرام من خلال الفينا كيفال اوبننج، تمام. ده هيغذيها ايه؟ هيغذيها سنسوري. طيب والسمباثاتيك ده اللي هو من خلال الجريتر سبلانكانيك بليكسس او جريتر سبلانكانيك نيرفز، دول اللي هم الروت فاليو بتاعتهم من 5 ل 9، من تي 5 ل 9، من خلال ان هم عاملين بليكسس اراوند السيلياك، عاملين حاجه اسمها سيلياك بليكسس. فالسيلياك بليكسس تمشي مع مين؟ تمشي مع الهيباتيك ارتري وتروح تغذيها سمباثات، وبارا سمباثاتيك هتجي لها من خلال العصب اللي اسمه الفيجاس برضو من خلال السيلياك بليكسس اللي هو النيرف الاساسي بتاعنا الفيجاس. طيب السيرفيس اناتوم احنا قلنا يا دكتور، تمام. الابلايد اناتوم يقول لي يا اولاد في حاله الكوليسستايتس البيشنت ممكن يجي يشتكي بين عند التيب اوف رايت شولدر. ليه يا دكتور بيشتكي في بين مسمح في الرايت شولدر؟ نقول له عشان يا دكتور ان التيب بتاع الرايت شولدر واخده نيرف سبلاي من سي 3 وسي 4 اللي هم السيرفايكال سيجمنتس 3 و4، ماشي يا دكتور، اللي هي نفس السيجمنتس بتاع الفرينك نيرف اللي هو 3 و4 و5 وبيزيد عليهم ب5، فبيسمح في نفس المكان عشان ليهم نفس الايه؟ نفس النيرف سبلاي او نفس السباينال سيجمنتس بتغذي ده وبتغذي نفس المكان. يبقى بيحصل ريفيرد بين للرايت للتيب اوف رايت شولدر. طيب احيانا يقول لي البين بيبقى ريفيرد لي تحت على الباك، يقول لي بلو ذا سكابيولا، بلو ذا رايت سكابيولا، تمام كده، او الانفيرور انجل بتاع السكابيولا من ورا عظمه اللوح بتاع الكتف اللي ورا دي، يقول لي برضه يقول لي ده برضه عشان اللي هو السمباثاتيك سبلاي بالجريتر سبلانكينيك نيرف، نفس اللي هي السيجمنتس، تمام كده يا دكتور، نفس السباينال سيجمنتس بتغذي الجول بلادر وبتغذي الاريا دي، تمام يا اولاد. السيجمنتس دي خارج منها اللي هي الجزء اللي هو سنسوري عادي وجزء سمباثاتيك، فلما بيحصل اي الريتيشن في السيجمنت كل السيجمنت كلها ايه؟ بيحصل فيها شكوى، سواء بقى سمباثاتيك سواء سنسوري عاديه يحصل فيها مشكله، تمام. البين برضو احيانا البيشنت يجي يقول ان هو عنده ايبيجاستريك بين، يقول لك عنده الم في فم المعده نتيجه ان هي واخده ايه؟ نيرف سبلاي من الفيجاس. بيقول لي
في احيانا لو في ستون في الهارت مانز باوتش، الجزء اللي هو دايليتد عند منطقه النك على الرايت سايد اوف ذا نك، تمام، ممكن الستون دي تعمل اوبستراكشن في النك اوف جول بلادر والكومن بايل داكت او الكلام من ده، وتعمل لي في النهايه اوبستراكتيف جوندس، تعمل لي ايه جوندس اللي هي الصفراء بس من النوع اللي هو الانسدادي. طبعا خدته في الفسيولوجي هتلاقي تاخده ايه الجوندس دي، عندنا منها ثلاث انواع، حاجه اسمها اوبستراكتيف جوندس لو حصل انسداد في البيلياري تري اللي هي القنوات المراريه، او حاجه اسمها هيباتيك جوندس اعياء في الليفر، او حاجه اسمها هيموليتيك جوندس تكسير في الدم. تمام يا دكتور، كنا بنفرق ما بينهم يا اولاد بملي نعمل كده نقول له يعمل البايل ليفر فانكشن ونقيس البايل، تمام كده، فالبيلروبين، فكنا بنقول الدايركت والاندايركت بيلروبين، لو الدايركت والاندايركت عاليين يبقى دي هيباتيك، لو الدايركت هي اللي عاليه يبقى دي اوبستراكتيف، لو الاندايركت هي اللي عاليه يبقى دي هيموليتيك، بس ببساطه خالص. تمام، هتدرسوا الكلام ده في الفسيولوجي بالتفصيل. طيب اخر حاجه كان عشان اوقف الهيموريج من السيستيك ارتري اللي هو برينج المانوفر اللي احنا قلناه مرات كثيره، تمام، ان انا اعمل كومبريشن للفري بوردر اوف ليسر اومنتم، وبالتالي هبقى اعمل كده، عملت كده كومبريشن للثلاثه ستراكشر اللي معديين في هيباتيك ارتري، بورتال فين والبايل داكت كمان معاهم بالمره. ماشي، الكومن بايل داكت بيقول لي ممكن تبقى بيه كومبريسد بكانسر هيد اوف بنكرياس. اه يا دكتور هنقولها بعد شويه، تمام، وده برضه هيعمل اوبستراكتيف جونز. تعالوا كده بسرعه يا اولاد، الهيباتيك داكتس بتاعتي زي ما انا شايفها كده بيقول لي ايه، انا عندي رايت وليفت هيباتيك داكتس، ادا الرايت وادا الليفت هيباتيك داكت، الاثنين يونت توجيزر تو فورم كومن هيباتيك داكت. الكومن هيباتيك داكت يا دكتور تتحد مع السيستيك داكت ويعملوا لي حاجه اسمها اللي انا بشاور عليها دي، يعملوا لي كومن بايل داكت. الكومن بايل داكت يا اولاد الكورس بتاعها متقسم، جزء فوق الديودنم بسميه سوبرا ديودنال بارت، جزء ورا الديودنم هسميه ريترو ديودنال بارت، جزء تحت الديودنم انفرا ديودنال بارت، وجزء داخل الوول بتاع الديودنم اللي هو بسميه انترا ديودنال بارت. يبقى دي اجزاء البيلياري تري بتاعتي. ماشي يا دكاتره، طيب حلو، السوبرا ديودينال بارت ده يا دكتور بيبقى ماشي فين؟ بيبقى ماشي في الفري بوردر اوف ليسر اومنتم، وبيبقى ماشي ريليتد للهيباتيك ارتري على الليفت سايد، ووراهم بورتال فين، ومفصولين عن الانفيرو فينا كيفا بايه يا دكتور؟ مفصولين بالابيبلويك فورام. طيب نيجي نكمل هنا يا اولاد، وهو ماشي على الباك بتاع الديودينم، الفيرست بارت بتاع الديودينم يا اولاد بيبقى ريليتد للجاسترو ديودينال ارتري، تمام كده، على الليفت سايد بالنسبه لها، تمام، والبورتال فين ريليتد ليهم برضو، تمام. طب لو جينا كملنا يا اولاد الانفرا ديودينال بارت بيبقى ريليتد على الباك بتاع الهيد اوف بانكرياس، وبعد كده يا اولاد يجي لي تتحد مع المين بانكرياتيك داكت ويعملوا لي حاجه اسمها امبولا اوف باتر اللي هتفتح في البوسترو ميديال اسبيكت اوف ميدل بارت اوف سكند بارت اوف ذا ديودينال، يبقى هيفتح في نص السكند بارت اوف ذا ديودينم في البوسترو ميديال اسبيكت بتاع الجزء ده، الوول بتاع الديودينم يا اولاد، يبقى هنا في النص بتاع السكند بارت هيفتح في الامبولا اوف فاتر بتاعتي اهي زي ما احنا شايفين. الجزء اللي بيبقى بارز بقى هنا زي ما انتم شايفينها كده بارزه يا اولاد جوه السكند بارت اوف ذا ديودينم عند الميدل بتاعه، تمام، بنسميها ميجور ديودينال بابيلا، ميجور ديودينال بابيلا. بتستقبل ايه يا دكتور الميجور ديودينال بابيلا دي؟ الفتحه بتاع الكومن بايل داكت والمين بانكرياتيك داكت اللي اتحدوا مع بعض وعملوا لي ايه امبولا اوف واتر. دي بتبقى سراوندد بسفنكتر هنا في الياف عضليه بتحوطها، بسميها سفنكتر اوف اودي، سفنكتر اوف اودي، سفنكتر اوف اودي. ماشي يا دكاتره، طيب جميل، تعالوا كده نكمل. ده كده البيلياري تري كده زي دايجرام بكلام ممكن برضو تبقى تقراه بيلخص اللي احنا قلناه، الديفلوبمنت بتاع الليفر والجول بلادر. الامبريولوجي بتاع الجزء ده سهل يا اولاد، ما فيش فيه مشكله، لو جينا كده نفتكر مع بعض بيقول لي يا دكتور اول حاجه شايفين احنا عارفين ان الجات بتاعتي يا اولاد اتقسمت لثلاث اجزاء، حاجه اسمها فور جات وميد جات وهايند جات. الفور جات اخرها فين؟ كان عند الميدل اوف سكند بارت اوف ذا ديودنم، ميدل اوف سكند بارت اوف ذا ديودنم، ده اسمه ايه يا دكتور؟ ها ده كنا بنسميه يا اولاد بنسميه الفور جات. يقول لي عند التيرمينيشن اوف ذا فور جات، يبقى عند التيرمينيشن اوف ذا فور جات بيبدا السيلز بتاعتي بيحصل لها بلوريفريشن اللي هي في الول اوف ذا جات، تعمل بلوريفريشن، والبلوريفريشن ده بيحصل له الونجيشن زي ما احنا شايفين هنا كده اهون، ودي كده، يبقى هنا بدايه الجروث حصل منين؟ من عند اللي هو
الميدل اوف سكند بارت اوف ذا ديودنم او عند التيرمينيشن اوف ذا فور جات، بيبدا يحصل بروفريشن اوف سيلز، وبنسميها ايه؟ بنسميها ليفر بريمورديوم اللي هو الانسجه الاوليه للكبد، وتعمل لي حاجه اسمها هيباتيك باد، الحته اللي بارزه دي بنسميها ايه؟ هيباتيك باد. الهيباتيك باد يفضل يحصل لها فيرزر بروفريشن والونجيشن يا اولاد لحد ما توصل تلاقي فيه تيشو كده في طرها اسمه سيبتم ترانزفيرسم، اللي هو ده سيبتم ترانزفيرسم. تمام، هتدخل جوه السيبتم ترانزفيرسم يا دكتور، بس قبل ما تدخله هتكون اتقسمت لحاجتين، حاجه اسمها بارس هيباتيكا وحاجه اسمها بارس سيستيكا. البارس هيباتيكا من اسمها كده هي دي اللي هتكون الليفر، والبارس سيستيكا دي هي دي اللي هتكون الجول بلادر بالسيستيك داكت بتاعت. ماشي يا دكاتره؟ يبقى دي نقطه مهمه، تعالوا كده نكمل. شايفين هنا كده يا اولاد الدياجرام ده كده، ده الامبيريو ساجيتال سيكشن في الامبيريو. ماشي، بيوري لي هنا هو دي الجات بتاعتي ودي الفور جات. تمام، عند نهايه الفور جات بدا يحصل هنا سيلز، بدا يحصل لها بلوريفريشن من الوول بتاع الجات. تمام، وبدات ايه يحصل لها الونجيشن لحد ما وصلت للسيبتم ترانزفيرس اللي انا شايفه اللي هو باللون البني ده اسمه السيبتم ترانزفيرس. مين ده؟ ده الهارت، سيبتم ترانزفيرسم تحتي. السيبتم ترانزفيرسم ايه هو يا دكتور؟ ده عباره عن ايه؟ ده كان عباره عن كرينيال ميزينكايم. عارفين الميز بتاع، عارفين الامبريونيك ديسك كان عباره عن ثلاث طبقات، حاجه اسمها اكتوديرم ميزوديرم اندوديرم. طيب كان في الميزوديرم بتاعي ده الكرينيال بارت كان في حاجه اسمها ايه؟ موست كرينيال بارت كان في حاجه اسمها سيبتم ترانزفيرسم متكون. تمام كده يا اولاد؟ لما حصل بعد كده فولدنج، كرينيال فولدنج، السيبتم ترانزفيرسم ده كان يعتبر كرينيال بالنسبه للهارت، لما حصل فولدنج اصبح كودال بالنسبه للهارت، يبقى الهارت فوق وسيبتم ترانزفيرسم تحت. يبقى اصل السيبتم ترانزفيرسم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميزينكايمال تيشو. تمام، يبقى هنا الليفر كان عباره عن حاجه اسمها ايه؟ هيباتيك باد. الهيباتيك باد دي يا دكتور طلعت منين؟ طلعت من الترمينيشن اوف فور جات. ماشي يا اولاد؟ يبقى التيرمينيشن اوف ذا فور جات. يبقى ببساطه تاني خالص نعيد اللي احنا قلناه، بقول تاني بيحصل في البدايه هنا حاجه اسمها الهيباتيك باد، بيحصل لها او بتنمو جروز فروم ذا تيرمينيشن فروم ذا وول اوف ذا تيرمينيشن اوف ذا فور جات. تمام كده، وبعد كده يا اولاد بتبدا تدايركتد ناحيه السيبتم ترانزفيرسم. تمام، بنفس الشكل ده كده، وتبدا تتقسم لجزئين، جزء يبقى اسمه بارس هيباتيكا وبارس سيستيكا. بارس هيباتيكا هيدي الليفر، والبارس سيستيكا هيدي الجول بلادر. ماشي، تعالوا كده زي ما احنا شايفين اهو تاني يا دكتور، ده الجزء بتاع هو الهيباتيك باد بتاعتي لما نمت، ادت هنا كده البارس هيباتيكا تحت وبارس سيستيكا. البارس هيباتيكا هي اللي هتدي ايه؟ الليفر بتاعتي. تمام، الليفر باد دي يا دكتور هتبدا بعد كده ويل ديفرنشيتد، طبعا هي هتبقى داخل السيبتم ترانزفيرس. هتكون ايه البارس هيباتيكا دي يا اولاد؟ تمام، هيقول لي هتديني حاجه اسمها مالتيبل اللي هي الليفر كوردز اللي بتتكون من الليفر سيلز. تمام، وهتتعمل لي الابيثيليال لايننج بتاع الانترا هيباتيك بارت من البيلياري سيستم. هوري لك دياجرام بعد كده عليه الكلام ده يا دكتور. ماشي، طيب رقم 2 يا اولاد زي ما احنا شايفين كده، طبعا في ريليشن مهمه بس دي مش بتاعتنا دلوقتي، اللي هو الديفلوبمنت بتاع البنكرياس بيبقى بيحصل ات ذا سيم تايم من حاجه اسمها فنترال بارت ودورسال بارت. تمام كده، او فنترال باد ودورسال بارت، والاثنين يحصل روتيشن ويتحدوا مع بعض ويعملوا للبنكرياس في النهايه. طيب الليفر هيبقى في حاجه اسمها ساينوسويتس. الساينوسويتس اللي هي عباره عن سبيسز بتبقى فيلد وذ بلاد. السبيسز دي يعني هتبقى جايه منين؟ جايه من تو سورسز، حاجه اسمها ايه؟ فيتلاين فينز وامبليكال فين. الفيتلاين فينز دي كانت جايه من ايه؟ اصلها من اليوكساك. تمام كده، والامبليكال فينز بتاعتي اللي داخله الليفر تبدا تتكسر، والاثنين يتحدوا مع بعض ويعملوا لي حاجه اسمها ايه؟ بتوين الهيباتيك كوردس، يعملوا لي الساينوسويت. تعالوا كده نشوف الكلام ده. تمام، نيجي بعد كده للبارس سيستيكا. يقول لي ان البارس سيستيكا دي يا دكتور اللي هي الديستال بارت بتاعها هيبقى دايليتد عشان يعمل لي الجول بلادر، والبروكسيمال بارت هيعمل لي حاجه اسمها السيستيك داكت بتاعت. يبقى تبقى عارف بس ان البارس سيستيكا هتديني او الدريفتيفز، يقول لك كده يجي لك سؤال كده يقول لك دريفتيفز اوف بارس سيستيكا، تبقى عارف اللي هي الجول بلادر والسيستيك داكت.
مش محتاج اكتر كده منك. الكونجنتال انوميلز بتاع الليفر والبيلياري سيستم يا اولاد احيانا يحصل ان ما تتكونش اصلا، البيلياري سيستم ده ما يتكونش، فيحصل حاجه اسمها بيلياري اتريزيا على مستوى داخل الليفر او بره الليفر، سواء انترا هيباتيك او اكسترا هيباتيك. فيقول لي بيلياري اتريزيا ان هي ما تكونتش اساسا، القنوات المراريه بتاعتي ما تكونتش. طيب او ايه تاني يا دكتور؟ يقول لي اكسسوري هيباتيك داكتس، تمام كده، او دبليكيشن اوف جول بلادر زي ما هو مكتوب، تمام كده. وده بيقول لي ايه؟ ان هي دي حاجه شائعه وبتبقى اسمبتوماتيك، يعني ما بتديش، ما لهاش اي اعراض، تمام كده. طيب حلو. لما اجي اقول لك بعد كده، حاطط لك انا كده ان بي تحت، بيقول لك الاوريجينال ستيم اوف هيباتيك باد ده هو اللي بيكون الايه، الكومن بايل داكت. اه يا دكتور، ما الهيباتيك باد بتاعتي اول ما طلعت مشيت شويه عملت جروس، تمام كده، في الفنترال ميزوجاستريوم، وبعد كده اتقسمت لبارس هيباتيكا وبارس سيستيكا. طيب الجزء بقى الستيم بتاع الهيباتيك باد ذات نفسه ده هو اللي هيعمل الكومن بايل داكت. الدياجرام اللي انا حاططه لك ده يا اولاد قدامنا ده كده، شايفين ده؟ ده اسمه ايه؟ دي اسمها الاستراكشرال يونت اوف ذا ليفر. الاستراكشرال يونت دي بيبقى شكلها سداسي كده، هيكساجونال شيب، تمام كده، شكل سداسي زي ما انت شايفه. وعند الانجلز بتاعته بيبقى فيه حاجه اسمها البورتال ترياد، بيبقى فيه برانش من البورتال فين، وفي برانش من الهيباتيك ارتري، وفي برانش من البايل داكتس بتاعتي، ماشي يا دكتور. وده كده في السنتر اسمه سنترال فين، وراديتنج منه الهيباتيك كوردز، يبقى دي الهيباتوسايتس او الليفر سيلز بتبقى مرصوصه في شكل ايه، رادييتنج مانر كده، طالعه من السنترال فين توورد ذا بريفري، مرصوصه بالشكل. وان بتوين يا اولاد بيبقى فيه ايه، حاجه اسمها الهيباتيك ساينوسايتس بتاعتي، تمام يا دكتور. ده كده الشكل بتاعي. طيب هناخد جزء منه ونكبره هنا زي ما احنا شايفين اهون، ادا السنترال فين وده الهيباتيك كوردز بتاعتي. بتوين الهيباتيك كوردز بيبقى فيها يا دكتور، بيبقى فيه البايل كاناليكيولاي اللي هي القنوات المراريه الصغيره اللي جوه، وهنا ده اللي هو عند الانجلز اللي انا كنت بقول لك البورتال ترياد، بيبقى عباره عن ثلاث حاجات، بايل داكت برانش منها، بورتال فين، بورتال فين، وبرانش من الهيباتيك ارتري، دول كده موجودين في البورتال ترياد، وده الكونكشن. طيب ما بين الهيباتيك في جزء كده بيبقى دايليتد فينس شانل، بتبقى كبيره كده، بيبقى اسمها ايه، ساينوسايتس، اللي بيحصل فيها ميكسنج للبلاد اللي جاي من البورتال والهيباتيك، وبعد كده يتجمع في النهايه بالسنترال فين يا اولاد. السنترال فين في النهايه ده كل السنترال فين بتاع الليفر تتجمع مع بعضيها وتعمل لي حاجه اسمها الهيباتيك فينز، والهيباتيك فينز تروح تصب فين يا دكتور؟ تصب في الانفيرور فينا كيف. زي ما انا ملاحظ هنا كده يا دكتور، يبقى انا عند الليفر في النهايه بيتكون من ايه؟ بيتكون من هيباتوسايتس، تمام كده يا دكتور، وفي اندوثيليال لايننج، شايفين في حاجه اسمها اندوثيليال لايننج للبايل كاناليكيولاي، ماشي، وفي كمان عندي حاجه اسمها ساينوسويتس، وحاجه عندي اسمها كوفر سيلز، تمام كده. الكوفر سيلز دي خلايا خاصه بالاميونتي والكلام من ده، ماشي يا دكتور، يبقى دي حاجه مهمه جدا. طيب انت ايه يا دكتور، التيشو دي كانت جت كلها منين؟ اه تقول لي يبقى انت عارف ان الهيباتيك باد دي يا دكتور هي اللي هتعمل لي الهيباتوسايتس، وهتعمل لي الاندوثيليال لايننج او الابيثيليال لايننج بتاع البايل سيستم، ده واحد، تمام، والرايت والليفت هيباتيك داكتس. طيب عندنا بالنسبه ل هيطلع في حاجه جديده اسمها سيبتم ترانزفيرسم، تعالوا كده السيبتم ترانزفيرسم ده يا اولاد اللي انا وريته لك قبل كده، اللي هو كان عباره عن ايه، ميزينكايمال تيشو كان موجود كرين في الكرينيال بارت من الامبريونيك ديسك، ولكن بعد الفولدنج بدا يجي ايه، اصبح تحت الهارت، تمام كده يا اولاد. فيقول لي الدريفيتيفز بتاع السيبتم ترانزفيرسم هيدي ايه؟ قال لي وانس ان حصل الهيباتيك باد هتدخل في السيبتم ترانزفيرسم، قسمته لثلاث اجزاء، لكودال ريجون وسنترال ريجون وكرينيال ريجون. الكودال ريجون اللي تحت دي يا اولاد قال لي دي هتعمل ايه يا دكتور؟ قال لي دي هتعمل الليسر اومنتم، هتدي شويه ليجامنتس، يبقى الكودال بارت بتاعها اللي هتدي الليسر اومنتم والفالسيفورم والكوروناري والتريانجلر ليجامنت، هتساعد في تكوينه، ماشي. طيب والسنترال ميزينكايم، طب الجزء بقى اللي هو السنترال بارت بتاعه، قال لي ده هيساعد في تكوين الليفر اتسلف، هيدي الهيماتوبويوتيك سيلز، في سيلز هتصنع دم في الجنين في اثناء تكوين الجنين، ما انا لسه ما عنديش اللي هو البون مارو اللي بيصنع البلاط في الجنين، فهيبقى ايه مستعوض عنه بايه يا دكتور؟ الهيماتوبويوتيك سيلز دي اللي هي في الليفر، والكوفر سيلز والكونكتيف تيشو سيلز اوف ذا ليفر، تمام. يبقى لم دي حاجه مهمه جدا،
الليفر مش كله هيباتيك سيلز بس، فيه هيباتيك سيلز وفيه هيماتوبيوتيك سيلز وفيه كوفر سيلز وفيه كونكتيف تيشو سيلز وهكذا، تمام. طب والكرينيال ريجون منه يا اولاد؟ قال لي هيعمل السنترال تندون بتاع الدافرام. يبقى دي الديريفاتيفز بتاع السيبتم ترانزفيرسال، الديريفاتيفز بتاع السيبتم ترانزفيرسال مهمه جدا جدا جدا. يبقى تاني اخلص دي ونقولها على بعضها بسرعه. السايز بتاع السايز اند ويت اوف ذا ليفر بيقول لي عند الاسبوع العاشر التنس ويك الليفر بيمثل 10% من التوتال بادي ويت بتاع البيبي او بتاع الفيتس، ده 10% من وزنه. ولكن عند الولاده ات ذا بيرث ان الليفر بيمثل 5% من التوتال بادي ويت. ماشي يا اولاد؟ طيب نقطه بقى مهمه ايه يا دكتور؟ بسرعه تاني كده، ازاي الليفر اتكون وازاي الجول بلادر اتكونت يا دكتور؟ تاني اجين قلت بسرعه ان انا عندي ان بيحصل بروفريشن اوف ذا سيلز ات ذا تيرمينال بارت اوف ذا فور جات. بعد كده بتعمل لي حاجه اسمها ايه؟ هيباتيك باد. الهيباتيك باد دي يا دكتور بيحصل لها ايه؟ فيرزر بروفريشن والونجيشن، وتطول وتمشي في اتجاه الايه؟ الليسر اومنتم او الفنترال ميزوجاستريم. ده تروح تلاقي مين في طريقها يا اولاد؟ تلاقي حاجه اسمها سيبتم ترانزفيرسم، وعرفنا ده عباره عن ايه؟ كرينيال ميزينكايم. طيب قبل ما كانت توصل للسيبتم ترانزفيرسم اتقسمت لحاجتين، بارس هيباتيكا وبارس سيستيكا. بارس هيباتيكا هتكون ايه؟ الهيباتوسايتس والاندوثيليوم اللي بي ايه بلاين ات، والبارس سيستيكا دي هي اللي هتكون الجول بلادر وهتعمل لي السيستيك داكت. طيب امال الكومن بايل داكت اتكونت من ايه؟ من الستيم بتاع الهيباتيك باد. طيب عرفنا بقيه خلايا الكبد جايه منين؟ من السيبتم ترانزفيرسم. السيبتم ترانزفيرسم وانس ان الهيباتيك باد دخلت جواه قسمته لثلاث اجزاء، جزء كرينيال، جزء سنترال، جزء كودال. الموست كرينيال بارت سنترال تندون بتاع الديافرام، السنترال بارت ده يشارك في تكوين الليفر، يعمل لي ايه؟ يعمل لي الكوفر سيلز، ويعمل لي حاجه اسمها الكونكتيف تيشو سيلز والهيماتوبيوتيك سيلز بتاع الليفر، والكودال بارت يساعد في تكوين الليجامنتس بتاع الليفر اللي هي الفالسيفورم والكوروناري ليجامنت والبتاع والترانجولار ليجامنتس. ماشي يا دكتور؟ محاضرة كانت طويلة آسف جدا، ولكن هي مهمة، تمام يا ولاد؟ كل حاجة فيها مهمة، لكن كل حاجة فيها ممكن تتسأل. سيرفيس اناتوم بتاع الليفر، السيرفيس اناتوم بتاع الجول بلادر، الكلينيكال ابلكيشن بتاع الليفر، كلينيكال ابلكيشن بتاع البلادر، تمام كده. الحاجات بتاعتنا الامبرولوجي بتاع الليفر والجول بلادر، تمام. في نقطة بس برضو بسيطة، أحيانا يا أولاد زي ما قلنا ممكن واحد يحصل له كانسر هيد في بانكرياس، تمام كده، فيبدأ يعمل كومبريشن. احنا عرفنا إن الكومن بايل داكت معدية على الباك بتاع الهيد في بانكرياس، فبالتالي ممكن تبقى كومبريزد ويحصل حاجة اسمها اوبستراكتيف جوندس. الكانسر هيد في بانكرياس كمان يضغط على مين؟ يضغط على الديودينم، فيعمل لي إيه يا دكتور؟ يعمل فيه مشكلة، يعمل ديسفيجيا، يبقى يصبح الأكل يتراكم في المعدة ويعمل مشكلة، وتعمل لي كومبريشن تاني على ايه يا اولاد؟ تعمل لي كومبريشن على البنكرياتيك داكت، تعمل ريجرج على البنكرياس، وممكن يحصل ايه؟ اكيوت بنكرياتيتس، مشكله كبيره جدا. ماشي يا اولاد؟ يبقى دي كانت الحاجات المهمه في المحاضره. ان شاء الله باذن الله اتمنى اكون ساعدتكم بيها وتبقوا موفقين باذن الله. شكرا جزيلا واشوفكم على خير.